السلام عليكم، حلقة جديدة من جيكس بلا بلا. حلقة اللي هي خاصة بأنه هذا الشهر كنحتفلوا بالومن ان تك سبيشالي في هذا الكونتكست ديال جيكس بلا بلا، بأنه الشهر ديال السيدات وديال الفتيات اللي معانا واللي ماشي معانا. اليوم معانا ضيفات اللي غادي نتعرفوا عليهم وغادي نتعرفوا على المصاعب ديالهم وغادي ندرتوا شوية في هذا الإطار ديال الومن ان تك. خليكم معانا ندير واحد لانتروديكسيون صغيره ونرجع عندكم بعد شويه. سلام فتيات. عليكم السلام. لاباس عليكم؟ الحمد لله. ترانكيل. المهم اليوم معنا عفاف، سهام، عيشة ومروة. غادي نتعرفوا عليكم وحدة، وغادي نبدا بعفاف حيت هي اللي كتبان لي حدايا. المهم سميتي عفاف رضاوي، عندي 20 عام وتسعة باقي غير ستودنت. مرحبا سهام. السلام عليكم، سميتي سهام بنتايا، انا من تيزنيت، عندي دابا دوزيام اني ماستر وحاليا كندير ستاج ديفلوبمون موبيل مع اوبايت. من غير داكشي انا مومبر في جي دي جي ستات و ام ويب ديفلوبر. مرحبا سهام. عيشة. السلام عليكم، سميتني العافيه عائشه، étudiante في 1337 و 4e année جيني انفورماتيك، يعني او ميم طون كنقرا فيهم بجوج. من غير هادشي جو ممبر في كوميتي ديال ليفينمون اوبن سورس دي و في لورغانيزاسيون ديال ام اس سي ام اللي كتكون مكلفه بالكومبيتيسيون ديال البروغراماسيون هنا في المغرب. مرحبا بك عائشة. ربي يخليك. مروه. Hello ladies, my name is Marwa Izzoulid. I'm an experienced designer and a member of many communities, but currently an ambassador of Women Tech Maker. That's it. مرحبا بكم كاملين. المهم انا غندير انتروداكسيون راسي، معكم مريم زيد، انا اللي غادي نهوستي الحلقه. انت يوسف لكتي كتفرج فينا، راه هاد الانتروداكسيون طلعت لي في شويه في راسي، ما غاديش نبقى نديرها راسي. أبدا نتعرفوا عليكم شوية. لا بروميير كيستيون هي كيفاش وليتوا انتريستد للدومين ديال الانجينيرين، يعني سواء اللي كنتو ستودنتس ولا مروه اللي ديجا يو اي يو اكس ديزاينر اللي دخلت ديجا المجال ديال العمل وعارفة شي شوية. غنبدا بسهام. واخا نبدا انا. المهم في الدومين ديال التك كنسمعوا بزاف دوك لي زيستوار ديال الناس اللي كانوا كي ديفلوبيو ملي عندهم 10 سنين ملي عندهم 15 عام، انا ماشي منهم. المهم ما عمر صراحه كنت انتريسي بالتك، ولكن في الدوزيام اني ديالي في لافاك بدينا كنقراو سي، وفاش بدينا كنقراو سي كتبت اول بروغرام ديالي اللي كان هو لاصوم ديال ا بلس بي بوينت هيل. اند ذات مومنت زعما حسيت بداك الفيلين ديال الاكومبليشمنت، وبديك الساعه عرفت بلي that's what I wanna do as a career. من ديك الساعة زعما بدات الجورني ديالي مع الدومين ديال التك. مزيان، شي تري انتريسون. زعما ماشي بحال لي زيستوار اللي كنسمعو ديما، مي صراحة برافو عليك. not very inspiring. تريحي. لا it's very inspiring. لا ما تقوليش ليا. yes I didn't born designer or been like the skilled person that gonna be like a designer or like in the future I'm gonna be a designer. Nope, it's a design choose me somehow.
and my pet is very viral. Like I touch many stuff from development, from motion design, game design, to architects, so I can like be down like in design. So it's not that inspiring like a story of like I've been designing for 10 years, so I'm sharing the same like as you have. مازال غادي نسمعوا الانسبايرين ستوريز من عندكم ولكن غادي ندوز لا كيسيون للعيشة. انا بالنسبه ليا كنت في الاول كنت صغيره كنت باغا نقرا البسيكولوجي ولكن مع الظروف وكذا وجاتني انه هنا في المغرب يعني حتى داكشي اللي باغا نقرا ما كاينش بزاف. شنو غادي نتاج الحاجه اللي كتكون قريبه ليها يعني لاناليز اللي حاجه اللي فيها اللوجيك بزاف كنت كنقلب نقلب نقلب لقيت البروغراماسيون تما صافي فيزيس انه غادي ندخل لانسا غادي يعني هي اللي جاتني ديك الساعه في بالي ناخذ ديبلوم ديال الانفورماتيك. انا كنت كنقرا حتى خرج حتى تلونسات ليكول ديال 1337 هذاك الباسيون اللي عندي قلت علاش ما نغامرش ونجرب نقرا امام طون فيهم بجوج يمن انه يعني كناخذ ديبلوم د انجينيور d'informatique ou من هكا ناخذ ليكسبيريونس ديال 42 انترناسيونال اللي معروف انه غيزو حتى لقيت راسي انتريسي هنا حتى لقيت راسك معانا حتى لقيت راسي هنا وقتي كنا جالسين هذاك الشيء هكا كتبدا كنا جالسين عفاف انا قريبه شويه للسهام من غير انه في الصغر ماشي كنت كنبروغرامي ولكن كان عزيز عليا بزاف بس ندير فيه اي حاجه كنبقى جالسه قدامه بزاف. وفاش وصل الباك كنت باغا ندير الصراحه الميديسين كان عزيز عليا بزاف الميديسين واي حاجه عندها علاقه بالعلوم ديال البنيه ديال الانسان كيفاش دايره وداكشي ولكن ما جابش الله ما تقبلش فيه مني ما تقبلتش فيه كنت دايره دوزيام شو هو لانفورماتيك بوزكو كان عزيز عليا نخدم في بس بزاف. وفي العام الاول كنا كنتعلموا بحال هكا كسي و الكونسيبسيون داكشي جاني انا في الاول انتريسيت لي كنحس براسي كيعجبني فاش كيصدق ليا شي بروغرام ولا فاش كتجي في راسي شي فكره وكنقدر نرياليزي بروغرام صافي وديك الساعه قررت نكمل فيه. وصراحة اللي جيت وقلت لي كل واحدة كيفاش بدات هي it's very inspiring. بتاتر انتما بحال مسيهام قلت لك لا راه ماشي inspiring ولكن شي واحدة غادي تفرش فينا دابا غادي تقول لك لا راه حتى انا نقدر نولي software engineer واحد النهار نقدر نولي developer نقدر نولي مثلا UI UX designer بحال مروة وتأكسلي في هذاك الدومين ديالها. مش كانوا عندكم دي influence اللي دفعوكم كتر انكم تدير واحد لا كارير ولا تكملوا القرايه ديالكم في الاي تي؟ اما كنتو كتفرجوا في دي بروغرام ولا كنتو متبعين واحد الكورسوس ولا شنو طرا عايشه كتحكي شنو طرا دابا؟ فاش كنت من غير انه علاش فكرت في البروغراماسيون اكثر فاش كنا في الصغر كنا كيبداو دوك الافلام ديال لاكسيون الافلام ديال البوليس وكذا كنا ديما كتعجبنا ديك البنت اللي كتكون الكيك اللي كتخدم في داكشي ديال الكمبيوتر وكذا. من تما بقينا حنا ديما كنشوفوا بالله راه واحد حنا كنا في عقلنا كنقولوا هذيك البنت راه كتكون واعره يعني انه وصلوا ليها كنبقاو نقلبوا بحال هكا كنشوفوا دي سورس كنشوفوا عاوتاني الناس اللي حدانا شكون اللي انجينيور حدانا كنبقى نسولهم كيفاش داروا كيفاش وصلوا هكا كنبقينا غادي متبعينين انا وداكشي كان بازي لينا عندنا حنا فاش نصغر. دونك عيشة الأفلام ولي دوكيمونتير الجاسوس هذيك اللعيبة اللي كتهزها بحال هكا كترونسبورتيك. مازال ما وصلناش لذاك النيفو ولكن واحد النهار غنوصلوا ليه إن شاء الله ما عرفتش بوتيت حنا اللي غنديرو علاش لا جيسبيغ علاش لا سهام. بالنسبة لي أنا كان عندي زعما بزاف الناس من عائلتي اللي دايرين الدومين ديال التيك. خويا كاين في الدومين ديال التيك، عمي كاين في الدومين ديال التيك،
كنت ديما عندي داك الايفيكت ديال واو داك بنادم ديفلوبر داك بنادم ديال لافورماتيك، ولكن زعما ما عمرني شفت راسي شي واحد اللي يقدر يدير داك الشيء. حتى زعما فاش بدات القرايه وداك كيبان ليا بلي راه اتس نيفر تو ليت باش انني ندير هاد الدومين، حيتاش كانت ديما ديك الفكره ديال راه الا كنتي باغيتي دير الدومين ديال لافورماتيك خصك تكون بادي صغير. الناس كيكونوا زعما مازال دراري صغار وبعدين دونك انت ملي غتبداو عندك 20 عام راه sometimes it's considered late، ولكن هي راه it's never too late باش تتعلم انفورماتيك. وي يعني سهام لونتوراج ديالك هو اللي شويه انفلونساك باش تكملي في هاد الدومين ان كلكو سورت. ولكن واش كنتي كتعلمي معاهم، كنتي كدير معاهم دي زاتوليي، ولا كتشوفيهم كيفاش كيديروا كتقولي شي نهار بغيت انا نولي بحال هكا؟ لا، واحد المره اللي سمع خويا وانا نقول ليه انا بغيت تشرح لي انت شنو كدير في خدمتك. اشرح لي كل ما اشرحش ليك. لا بدا كيشرح لي، كنت كنعقل وراني وراني بدا كيوريني كود ديال جافا. طمال والله الا طمال، تبارك الله عليك، تحيه للاخ ديال سهام. ومن ديك الساعه زعما انا ما مشيتش زعما رجعت عندو قلت ليه وريني، ولكن انا بيني وبين راسي بديت كنتعلم. مشيتي قلبتي على لافورماسيون بوحدك وبديتي غاده. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. مروه، I don't have an interest in storytelling. No one influenced the decision. To be fair, it was me searching for a way to make money in my own age for having my baccalaureate. So everything like in the internet was very fascinating. And I see a very young ladies here. I'm old, so it was very very different area. You're not that old. I am. Safi Marwa, we're still young. We're a young woman. Age is just a number. الشباب في القلب. هاديك. كتعجبني هاد الكلمة. We live with it. عادي. So it was just my way, as I said, to make money. And I guess I already shared before this story. Mm-hmm. And how I landed up to a website that I need to do freelance. And it was like one of the ways so I can learn and make money. So the one influence, thanks to Google research, that's the only person who influenced me. Yes. Thank you, Google, for making Marwa what she is today. Thank you. عفاف. أنا ما بديتش داكشي صراحة حيتاش انفلونسيت، ولكن كانت جاتني واحد الوقيتة ورا العام الأول كيبان ليا سورتو الدراري كيكونوا شوية كتلقاهم ديجا هما داخلين حيتاش انتريسي بالدومين، دونك كتلقاهم فاتين في بزاف لي كونيسونس. وكنت كنحس براسي بحال فهمتي فاتوني بزاف وخصني بزاف ديال الجهد باش يلاه نغطخابي داكشي. فواحد الوقيته قلت صافي راه واقي خصني نبدل الدومين ما لايقش ليا. هي فاش بديت كنقلب على دي جروب على لي كوميونيتي ديال التيك، اول مره نعرف بلي كاين شي حاجه سميتها كوميونيتي كيبارطاجيو فيها كيعاونوا بعضياتهم. وكنت دخلت اول كوميونيتي ندخل ليا فيسبوك ديفلوبر سيركل ديال كازا، واول ايفنت حضرت ليه هو هذاك ديال الهاكتوبر فيست. هذاك هو اللي هذيك اول مره نشوف فيها. هذاك الصراحه هذاك الايفنت مو هو فين قلت صافي غادي نكمل في الدومين وعجبني بزاف. وخدت تحشرت فداك جيت هذاك النهار ما بغات تخدم ليا حتى شي كومون، واول مره نسمع بجيت قلت لي صفر غادي يفوتني التران، والتران راه باقي شحال علي وانا تعلقت. لا تشوفي دابا باقي ما فاتكش التران، حنا مازال غاديين.
صافي ولكن عجبني الحال شفت بنادم تما كيفاش كيبارطاجي لانفورماسيون كيفاش كل واحد زعما بدا في سن بوحدو في شكل كل واحد عنده استوار كل واحد عنده تخصص كل واحد يعني فهمتي شفت الدومين بنظره واسعه اكثر من اللي شفتها في المدرسه حيت كنت مقتصره غير على لي كور البوليكوب ديال المدرسه وهذاك الشيء صراحه ما كيفاش باش تعرف الدومين مزيان صافي ديك الساعه ملي شفت داكشي عجبني قلت غنكمل فيه وبديت كنتبع لي كوميونيتي بديت كنحضر لي زيفينمون وديك الساعه عرفت باللي راه كيعجبني الدومين وكملت فيه برافو عليك انا بغيت نخدم فورماسيون عفاف راها من سميتو ال في بارتي من التيم ديال جيكس بلا بلا دونك المهم حتى هي من الجنود الخفاء اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس جا الوقت باش تحضر معنا فينا مرحبا بك مره اخرى كويس نكون في النص والله الله يحفظك ثانك يو مروه دونك من عند سهام حتى لعند عفاف المهم لونتوراج ولا الدوكيومونتير ولا الافلام كيما كانت قالت عائشه ولا سيلفتا UI UX designer اللي معنا مروة وعفاف اللي من اللي كوميونيتي زادت انسبيرس بزاف باش تكمل في الدومين هادو صراحه بزاف ديال العوامل اللي كيساعدوكم نتومايا حتى غادي يساعدو وحدين اخرين حنا كنخدموا على هادشي في لا كوميونيتي ديال ديبسي وحتى في لي كوميونيتي الاخرين الناس خدامين عليهم تبارك الله اليوم سواء جي دي جي ولا الناس ديال بي اتش بي ماروك ولا انغولار كوميونيتي حتى همايا خدامين على هاد الدومين بزاف next question هي البنت فاش كتكون خدامه في ان دومين ديال التكنولوجي يعني سواء يو اي يو اكس ديفلوبمون ولا اي حاجه اخرى اللي عندها علاقه بالاي تي وات از ات لايك زعما واش صعيب واش ساهل كومون فو جيري واش كيفاش كتبان لكم كيفاش كتبان لكم هذه القضيه المهم انا عاود نوفر من لا كيسيون باسكو سي براسي بحال انا ما فهمتهاش المهم سمحوا لي راني مستريسيه شويه اول مره واقيلا غنستريسي حيت معايا البنات لا كنضحك شي ريحي الناس كيتفرجوا فينا حشومه مرو زعما باش كتكون خدامه كتكون بنت خدامه في ان دومين ديال الاي تي واش القضيه كتكون صعيبه ولا سهله واش كاين دي زانكوراجمون اللي كيكونوا كيتبعوها من العائله ولا من الصحاب اللي كيقول لها هادشي مزيان اللي كدير كملي هكا واش كيكونوا دي كومونتير بحال هكا ولا شي حاجه نبدا انا اللي حبيتي صراحه انا بالنسبه لي ما طحتش بزاف في داك اللي شي حد نزل من المعنويات ديالي ولا قال لي زعما هذيك ماشي بلاصتك نقول طرات مره واحده و كنت شفتها في الانترنت ماشي حتى زعما قدام اما في الستاج اللي درت ولا في المدرسه صراحه ما درتش من شي سيتياسيون شي حد اللي قلل من قيمتي ولا قال لي ما عندكش مع هذا الشيء ولا جابك لهنايا الموقف اللي كنت شفته في لي كومونتير وكنت شفته واقيلا في يا اما في ديفسي ولا شي كوميونيتي اخرى ديال لانفو كان شي واحد كيقلب على فريلانسر يمكن وقال ليه شي واحد زعما ما تخدمش شي بنت حيت اش غادي تكون غادي تبقى معجازة وما غاديش تخدم لك داكشي دغيا وحق غدا تبقى دير التسويف بروكراستينيشن وانا جاني شويه داك لوبينيون شويه زعما مع كامل الاعتذار انه شويه مكلخ لان هذاك الشيء عنده علاقه زعما بالشخصيه ديال الواحد ماشي واش بنت ولا دري راه هو واش كي قاد خدمته ولا وهي واش كتقاد خدمتها واش ملي كتكون عندها شي اونغاجمون كتقابلها ولا لا يعني ماشي شي اوبينيون اللي خاصك تخد بعين الاعتبار زعما الكارثه في هذا الشيء انه بزاف كونفيرماو لي ما كتكرهش تدي شي كابوس تقاي تريفيهم كاملين
ولكن زعما في اون رياليتي ما عمرني ما بحثت في شي سيتوياسيون، بالعكس كاع الدراري اللي كنعرف كي اونكار كي اونكارجي كي اونكارجي اياك اخويا تعزيز عليه هذا الدومين وداكشي، وبالعكس عادي كي كي زعما كيعاوني انني نزيد شي مزيان كيشجعوني. حتى عائلتي ما عمر شي حد قال لي هادشي راه عندك عيان، ولا بالعكس كيعجبهم حال فاش كيشوفوني كنقرا شي حاجه جديده ولا متبع داكشي قرايتي. سورتو دابا مثلا واخا ما ورا ديوتي ما لقيتش حتى شي مدرسه فين نكمل القرايه زعما ديريكتومون ورا ما خدت الدبلوم ديال ديوتي، بالعكس عجبهم حال كيفاش انه كنكمل قرايتي راسي في الدار كيشجعوني. دونك عادي هادشي صراحه شي حاجه مزيانه انه يكون عندك الدعم من عند صحابك من عند العائله ديالك، ما كي سورتو من عند العائله لانه كتكون دايره ديما 24 ساعه، دونك كتكون مهمه حيت كنظن هما كيولفوا انه راه الدراري هما اللي مخشين ديما في البيسي، هما اللي كيخدموا في البيسي ملي كيشوفوا بنت خدامه في البيسي راه شي حاجه كتبان نورمالمون غريبه، سورتو في لا جينيراسيون ديالنا حنايا دابا راه كلشي ولا كيدير كاع البنات خدامين تقريبا في كاع لي دومين، ما كتلقاش شي دومين ما فيهش بنت. هذه شي حاجه اللي صراحه زوينه بزاف. سهام، انا شخصيا وقع ليا زعما موقف اللي حسيت فيه بلي بلي كان شويه غاسيست، هو واحد الدري فاش قلت ليه درت جيني انفورماتيك قال لي نتوما الدريات ما يصلحش لكم هذا الدومين. هي واز كايندا رايت، ماشي كايندا رايت ما يصلحش لنا هذا الدومين، ولكن كاين لفت ديال انه انا ملي عاد دخلت تقريبا ما كنتش عارفه والو في الدومين اللي كانت هزه معايا هو باشن صافي ما كنت كنعرف والو، ولكن زعما كانت العزيمه بلي انا غنتعلم. غير هو الفرق ملي كيكون واحد الدري داخل الدومين ما كاينش شي واحد كيجي كيقول لي انت امبوستر، حتى شي واحد ما كيحكم عليك باغ ديفو واش انت مزيان ولا ماشي مزيان، ولكن ملي كتدخل بنت انت ما مزياناش وما صارش لك الدومين حتى كتبتي لينا العكس. صراحة هذا واحد ولكن الانفو زعما كتكون كملي جملة ديك معايا كملي تتكملي ونكمل من موراك. سيها مبقيتش كنسمعوك. قلت لك غير هو الصوت ما كنسمعوكش سيام. المهم اندوز عند عيشة بما تقاد البلان ديال الميكرو ديال سيام. وهي الصراحة بالنسبة لي لونتوراج ديال العائلة بالعكس كانوا فرحانين انه درت انفو، حقاش ما فرحانين انه درت شي حاجة اللي يعني ديجا هما كيسمعوا بنات لايك كنقولوا حنا ولا دابا ديجيتاليزاسيون هي اللي كاينه وهي اللي كاينه في لا فيتور، وقال لك انه بالعكس عجبهم الحال ان غادي يكون بارت من هذا الشيء. كيما قالوا نيت انه لي في ديال حنا كبنت كتكون كتدخل في البروغراماسيون خصها تكون ديك نيت هذيك الساعه كيما كنقولوا حنا كيعطيو البونجور ديالها، سينو كيقول لك اطيحوا علينا السوق كوم كوا نتوما كتخدموا بواحد السالير قليل نتوما كتقبلوا باي كونديسيون نتوما غادي تطيحوا لينا بزاف. هادشي كنسمع اني خصك حتى تثبت لهم بلي راه كابابل بلي راه كتخدم احسن منو، هاديك الساعه كيحطك كنقولوا حنا كيحطك مرتبه مع متساوي، يعني ديك الماسكولينيتي مازال عندنا فيها مشكل شويه هنا في المغرب وخصوصا في الكوميونيتي ديال لايتي وخرا غادي كتنقص ولكن راها مازال. كنتمنوا الدراري ولاو يحترمونا شويه يعاونونا بلا ما يبقاو يجاجيونا بزاف. بصراحه ماشي كلشي كاينين، المهم كاين واحد المهم ماشي كلشي تيون با جينيراليزي، ما كاينين صراحه هاد الطبقه اللي كتهرس بزاف كتقول لك لا ومشي لاش دير بروغراماسيون كيخلاتها سهام قبيله سيري الكوزينتك هادي ماشي بلاصتك يا كسيام كتسمعوني دابا كنسمعك
الحمد لله. بالنسبه لعائشه فاش قالت الاحترام، انا بالنسبه لي في الاحتراف الدومين ديال التيك، يو دونت اسك فور ات، يو تيك ات. حيتاش ماشي كلشي، حيتاش الحياه بهذا دايره بحال هكا. الاحترام ماشي كلشي غيحترمك باغ ديفو، يو هاف تو تيك ات. خصك زعما الا درت شي خدمه ديرها مزيان، تثبت راسك بلي انت مزيان، باش حتى شي واحد ما يقدر يقول لك حتى شي حاجه. وي اكزاكتومون، شكرا محمد. قلنا الي لقيت المغربيات، تحيه لك محمد، شكرا بزاف. باقا مروه ما مازال ما جاوبتناش على لا كيسيون. مروه الصراحه انا ماني مطراليش شي موقف اللي ماشي هو هذاك، نتمنى نكون ما كنلاقيش. كانت صراحة إلا بغيت نبوكسي لو شوز، كانت طرات لي مرة وحدة ملي كنا في الهاك داي، هاك فيسبوك داي في 2018 جو بونس، في ديفوكس. كنت بغيت نبارتيسيبي مع واحد الجروب، مي قالك وي نيد سترونغ هاندز سو وي كان دو ذا هاك داي. In the end, I won the second place, but they've been like not selected. Mm-hmm. So it's as Siham said, you need to prove yourself and earn the respect and never ask for it. Yes, that's exactly. Thank you, Marwa. صراحة كاين بزاف مازال غادي نناقشوا في هذا لو سوجي ديال وركين بلايس، كيفاش كتدوز القضية وكلشي، سورتو كو حنا عارفين انه الدومين دوميني بزاف بالدراري، يعني كاين الدراري بزاف اللي خدامين في الدومين. غادي نرجعوا لهاد لابارتي الثانية، ولكن دابا غنمشي عند عفاف باسكو كاينين دي كيسيون في لي كومونتير ديال فيسبوك. كاين بعدا واحد هو الاول ديال اسماعي، قال لك how would you convince some random Moroccan girl to be interested in programming، ولا نقولوا الا بغيتي تشجعي دريات اخرين يدخلوا لهاد الدومين، شنو كيفاش غادي ديري باش تقنعيهم؟ نبدا انا الاولى. انا غادي نقول هاد القضيه حيتاش فايت ديجا درتها. كنا دايرين انا وواحد جوج بنات صحاباتي واحد الانيشياتيف سميتها حتى حنا كنا بحالكم، وكنا كنمشيو كنا باغيين نكملوها، ولكن جات كورونا يلا درنا مره واحده. من المهم كنا بغينا نبداو نمشيو عند صحاب الباك، البنات والدراري اللي في الباك في الثانويات، وكنمشيو بحال كنديروا ليهم سيسيون، وكنقولوا ليهم شنو غادي يوقع عليهم ورا الباك، شنو كيفاش غتكون السيستم ديال القرايه، الدومينات اللي ممكن يمشيو ليهم، كيفاش يقدروا هما راسهم يختاروا الميول ديالهم، شنو هو شنو الحاجه اللي هما انتريسي ليها، عوض ما يبقاو يتصنتوا غير لذاك الشيء اللي كيكون بحال محفوظ من عند الموجهين، كيجي يقول لي غير السميه ديال المدارس، شنو هي السوي ديالهم صافي، وشنو كيقراو، وكيبقى الدري بحال تالف ما عارف شنو كيوقع تما. دونك كنا بحال كنمشيو كنعاونوهم يعرفوا شنو كيعجبهم وداك الشيء، واومن طون كنهضروا لهم على الدومين ديالنا حنا حيت هما كانوا كيقراو معايا. وفاش كنجي نشرح لهم على الدومين، ما كنقولش لهم كنخدموا بالسي، كنخدموا بالجافا، ونبدا ندخل لهم في داك الشيء اللي هو متعمق، ولكن كنشرح لهم زعما غير ببساطه انه راه واحد الدومين اللي كتقدر تدوي فيه مع الباسي بواحد اللغه، بحال كي كدوي مع بنادم بواحد اللغه معينه، وديك اللغه كتقدر تصاوب بها دي زابليكاسيون. شرحت لهم انه بحالاش بحال لي زابليكاسيون كتخدموا بهم في التليفون، بحال اللي في الباسي، ناس اللي عندهم باسي، لان ماشي كاع الدراري في التاكسين عندهم باسي. مهم حاولت نقرب لهم الفكره بداك الشيء اللي عندهم واللي كيعرفوا ديك الساعه، انه مثلا الا جاتهم شي فكره في راسهم هاد الدومين كيخليهم يقدروا يكريوها يحطوها في عالم الواقع. وكانوا بزاف الناس ما عارفينش هاد الدومين وعجبهم الحال، ومن بعدها كنا مخلين لهم كونتاكت ديالنا، وكانوا جاوا سولوا زعما فين يقدروا يقراو، شنو مازال زعما دي ديتاي اكثر. دونك انا بالنسبه ليا الفكره هو ماشي اننا نامبوزيو عليهم انهم يدخلوا للدومين، لانه ماشي كاع الناس غيكون عندهم زعما هاد الدومين انتريستد ليه،
مي نشرحوا لهم شنو كاين في الدومين، شنو الفكره ديالو، شنو الحوايج اللي كيقدروا يديروا فيه، وديك الساعه نخليو لهم هما يختاروا واش غادي يعجبهم يخدموا فيه ولا لا ويكملوا فيه القرايه ديالهم. انا هذا هو الريسبونس ديالي لهذا السؤال. بالنسبه للبنات الاخرين، سهام ولا عائشه ولا مروه، الى عندكم شي جواب على هذه الكاستيون؟ انا بالنسبه لي كيفاش زعما تخلي الدريات يكونوا انتريسي بك، المهم تبداي براسك انت هي كدريه، حيت يو شود بي ماضو لهذوك الدريات الاخرين اللي جايين. هذا الجيل دابا اللي داير دابا بك خصو يكون ماضو بالنسبه للدريات الاخرين اللي جايين، حيت الى الدريات مثلا في الدرب ديالك ما عارفينش فاش خدامه، ما عمرهم سمعوك على فاش خدامه، ما عمر بنتي زعما ما بانش البروجيكت ديالك، ما بانش الخدمه ديالك، ما شي وحده ما غاديش تقول اه اي وانا بي لايك هير، هي ما عرفاتش فاش خدامه. ماشي بحال مثلا فاش كتشوف بزاف خدامين اخرين بحال استاذه معلمه طبيبه كيبقى يقولوا اه تبارك الله عليها راها طبيبه تبارك الله، حيتاش كاينه واحد المجتمع عطى واحد لا فالور لهذيك الدريه اللي خدامه طبيبه ولا خدامه استاذه، يعني خص هاد الخدمه بعدا اللي كديري انت هي تعطيها واحد لا فالور، تدوي عليها تكون هي ماضو باش الاخرين ملي يشوفوك يفكروا بلي حتى هما باغيين يكونوا بحالك. اما باش تجي تقول شي واحد زعما تراين زعما تكون انفيست شي واحد يدير واحد الحاجه اللي هو ماشي انتريسي بها الراس وما جاتوش الفكره راسو، صعيبه شويه، من غير الا هو شاف شي حاجه بحال هكا وقال انا بغيت نكون بحالها. عائشه، انا بالنسبه ليا تقدر تكون ديك ليدوكاسيون تعطيهم واحد البيتيس انتروداكسيون على الانفورماتيك وهما صغار، اشنو كاين فيها، تقدر توري نقول لهم مثلا بحال شي بروغرام كيستعملوه بزاف مثلا لي جيم وكذا، تقدر تصنع الجيم ديالك، تقدر تصنع اي حاجه بغيتيها كنتي كتخدم بها انتيا، تقول لهم مثلا انه انفورماتيك راه هي المستقبل، ها فين غتستعملوها، راه غادي تحتاجوها، وتقدر انا تحببها لهم ديجا، راه كاينين ديك شي كتوبه للدراري الصغار انه كيعلموهم الكود، كيكون بارفوا راه حنا الكبار وكنستعملوهم، انه كيكون داكشي الشرح بسيط، كلشي هو هذاك كتفهم وكيكون كيعجبك داك الزوق بحال هكا، انه كتحببو فيه وما كتخليش انه زعما كيشوف البروغراماسيون كيقول داكشي راه معقد بزاف، احكا خصك تكون كيك بزاف، خصك تكون ذكي بزاف، هي راه جوستمون خصك تكون غير واحد شويه لوجيك عندك، وتعلمي لي لونغ كيما كنتعلموا حنا كندويو بالعربيه، كندويو باللونغلي، كندويو بالفرنسي، راه بحال هكا كنتعلموا ديك لونغاج ديال كيما حنا كنقولوا باش ندويو مع هذيك لا ماشين، ماشي شي حاجه صعيبه، خاصها ديك كنقول حنا ديك الطفيعه الصغيره اللي غادي نعطيوها لدك الدريات من صغرهم ولا كاع حتى يكبروا، نعطيهم واحد الموديل ديال العيالات اللي كانوا يعني القادات في الانفو فين وصلوا، اللي تبارك الله عليهم، لا مغربيات لا برا المغرب، يعني البونجور ليهم، واخا راهم قلالات ولكن كما كنقولوا حنا راهم باينين وباينه الخدمه ديالهم، يعني انه نحطوا ليهم لي موديل اللي غادي يمشيو عليهم، هكا كنبقاو ديما حاطين في بالهم وفي لونطوراج ديالهم كما كنقولوا حنا كيعاون، بالله راه كاينه شي حاجه انفو ولا راه زوينه بزاف، وبالله حتى البنات كيقدروا عليها. صح، عندك الحق. مروه، عندك شي اضافه؟ صراحة it's hard to add anything beside what the ladies shared, but so what I say to Smail, convincing someone, I don't know about that, but perhaps giving them more choices, like, to see what they are fit in. I know a lot of ladies that they follow their fathers, like talks and joining like engineering, computer science, but after that they change it to other like field, like, completely like other field, and that's the big a big example to see, like we can't convince someone to do something if they don't love it or somewhere else. So perhaps giving them choice, it's the thing, and having a lot of other like role models can give them like more like a preview on what's happening like in other side. When I say other side, it's like a career matter, not just in the study, like a field.
and see other people's achievements and see if there could be like a part of it, or like at least share the same interests. So as I said, I cannot share more than others can share it. Exactly. We don't impose on them, but we let them يختاروا واش باغين ولا لا. المهم حنا نعرفوا نضمن شنو فيه وديك ساعه هما يختاروا. دونك عوض نقولوا كونفنس غير انتروديسيو ليهم الدومين هما يختاروا. كاين سؤال ديال محمد قال لكم why we don't see many ladies involved in communities in Morocco. علاش ما كنشوفوش العيالات في الكوميونيتي ديال التك؟ صراحة هذه واحد القضية اللي خدامين عليها دوبي تري لونطون باش نشوفوا البنات يشاركوا في بزاف ديال المواضيع ديال لي كوميونيتي هنا في ديال التك هنا في المغرب. كاينين صراحة لي زينيسياتيف اللي كنا درنا مع دي اف سي سورتو وحتى كاين حتى اللي سميتو البلان ديال ومن انتك ديال جي دي جي اللي كنت حضرت ليه بامال دو فوا كانت معايا مروة وش بونس تسيهم كانت سي تير دي زيفينمون اللي هما دي ديال الومن انتك بعدا جيب دي سبيكرز اللي هما ومن. المهم انا جو سوي با فيمينيست ولا شي لعبة بحال هكا كان عطيت شنو كنا كنديرو باش نشجعو بزاف ديال البنات انهم يدخلوا في لا كوميونيتي وانهم يشاركوا بزاف في لي كوميونيتي. حاليا كاين عندنا ارقام ولكن صراحه هذاك الشيء ماشي ساتيسفيزون بزاف. تقريبا على حساب ستيت اوف ديف اللي كنا درنا في العام الفايت عندنا تقريبا 14% اللي جاوبوا اللي هما ومن هما اللي خدامين دابا في الدومين ديال الاي تي هنا في المغرب. المهم ماشي خدامين مي فيهم اللي تيقراو وفيهم اللي خدامين. دونك الناس اللي خدامين ما عندناش ان نمبر اكزاكت. المهم كاينين لي زاتولي كاينين ومن دايز كنحاولوا انه يكونوا بزاف ديالهم هما اللي كيشاركوا الكونتنت يشاركوا الاشيفمنت ديالهم يعني كسوا غير جوست ان بتي بو دو كود اللي انت غادي تسجي راسك عليه ولكن الناس اخرى غادي يشوفوا شي اشيفمنت اللي واعر. علاش؟ لانه كيقول فوالا هاد البنت الى ريوسي افير كلكو شوز اللي صراحه غادي تنفعنا حتى حنا بزاف ولا حتى الاوبن سورس دايز ديال ولا لي زيفمون اللي كنا كنديروا ديال هاكتوبر فيست اللي كتشجع الناس بزاف باش يكونوا باش يشاركوا في الاوبن سورس بروجيكتس اللي كانت حضره فيه حتى عفاف. المهم كانوا هاد لي زينيسياتيف اللي صراحه ما كانوش يحضروا بزاف ديالهم ولكن كانوا واحد الاقليه كانوا تيجيو وصافي زي بليزير انك تهضر معاهم تعرفوا الناس اش كيديروا واخا راهم مخبيين صراحه ما كيبانوش بزاف. دابا راني في البوزيشن ديالي يعني في الخدامه كاينين معنا لي ديفلوبر بنات اللي ils sont vraiment excellents في الخدمة ديالهم. غاديش نقول حسن من الدراري ولكن كيديروا خدمتهم مزيان وما كيتجاوبوش عليها حيت حتى الانفيرونمون فين كتخدم كيعاونك بزاف. يعني كاين الناس اللي كيدفعوك القدام كيقول لك فوالا ها شنو دير شنو ما ديرش كيفاش تخدم كيفاش ما تخدمش فوالا درتي هذا الخطا ان ما خصكش تعاود المره الجايه. المهم هاد الشيء اللي بحال هكا اللي حنا بغينا نلقاو في كاع لي ستراكشر في المغرب ان شاء الله. ولكن الكلمة مروة. Thank you. صراحة this is a big question, Mohammed. And you know that it's really hard to fulfill what we want because each community want this one more like involvement from the ladies. And what I can like assure there is a lot of women in tech. It's just they are hidden and shy and مازال كما قلتي مخبيين مازال ما بغاوش يخرجوا للسبوتلايت. And you cannot نرجعوا للconvention you cannot convince people okay they are women tech and they are really badass but I'm not gonna push her to be like in the spotlight or something else. I can give her a choice if she gonna take the mic and share her story and everything. But it's her call for being involved or no. So,
perhaps a lot of communities in Morocco doing like a huge job for this, but Nember could talk right now, as Mariam shared. There is some improvements, and of course we cannot say like everything can be changed in like 1 year and 2 years or 3 months or 6 months. It's need like more time and dedication from all the communities in Morocco. And I guess I know that I didn't answer your question 100%, but this is the statement today. And Mohammed, I guess you're so aware, especially like women in tech and GeeksBlaBla. Each year, like it's there is like a very, very different and different virus, viral like faces coming in. Look, AFF, Siham, and Aisha, new faces that come in. Sorry, Mariam, you're kind of old face. we cannot know you. I'm old, tout court. No, don't say that. No, we're young, we're powerful, tout ce que tu veux. Exactly, so vas-y. This brings in like more new faces and fresh faces to the spotlight could be like very beneficial. And to all the ladies that watching us today, don't be shy. And whenever you have like something to share, please just reach to I don't know, any community that you find. I believe like 100% that if you have a story or you have something to share and you come to one of the those members or of any community, no one gonna say no, or you need the time to learn this, or we need to know about you. It's a free space to share what you got. And yeah, that's it. عيشة ما تقولي شي حاجة بالنسبة لي أنا مثلا بحال الكوميونيتيز ديال الايتي كيبانوا لي واخا فيك اندريتد يعني ما معروفينش بزاف أنا في المغرب يعني شحال من وحدة كتكون انتيغيسي بحال هادشي ولكن ما كتعرفش فين تمشي مع من دوي كيفاش انتيغرا تما يعني كتكون الفيرست ستاب هي اللي كتكون يعني صعيبة الا نقدروا مثلا نسهلوا عليهم ديك الفيرست ستاب وكل مره نقدروا نمشيو لشي يونيفرسيتي ولا نمشيو لشي مدينه كل مره نبقاو نمشيو لشي بلاصه اخرى يعني حتى البنات اللي كاينين تما غادي يعرفوا بلي راه كاينه واحد الكوميونيتي اللي كترحب بالبنات ديال الاي تي يعني خصهم غادي ديك الدفيعه الصغيره حنا كنحيدوها عليهم اي فوالا سيال بالنسبة لي أنا صراحة حد الآن مازال ما لقيتش شي جواب شافي كافي لهذا السؤال حيتاش هاد الأجوبة كاملين دوينا على حنا شنو كنديرو to get women more involved in the community ولكن السؤال هو علاش هما ماشي involved ما عرفتش كاين واحد البورسنتاج صغير اللي هي شاي وكتقول لك أنا نحشم نمشي لشي شي ايفينمون فيه غير دراري وهادشي كيبقى بزاف الا شفتي بعض المرات كنكونوا في الايفينمون ديال دابسي اللي جيت ليهم كنكون غير انا ويا كمريم بعض المرات كنمشي للميتاب ديال جافا سكريبت كنلقى انا بوحدي و20 دري وكنقول للدريات اللي كيقراو معايا واش تمشيو معايا تبغيو تمشيو معايا ما كيبغيوش كاين واحد البورسون ما نكذبوش وما نقولوش راه زعما ديال او شاي some of them are just not interested And beside being interested or not, sorry to interrupt you, Siham. Okay, we are in a culture that's a bit virus, mixed one. And we still have people who said, like parents who say, like, وَلَّا مَا تَعْطْلِشْ لِيَنَا بِالْلِيلِ سبعات منية تسعود لعشرة Normal. We will not like hide the our truths. And let's be true. Perhaps those events اللي كيداروا مثلاً مورا الخدمة yes, it's targeting people that work in اللي خارجين مع الستة غادي يكون be available ولا والديهم يقدروا يقولوا من لا وغدا تعطلي ولا شي حاجة ولا دارهم بعيدة so there is some risk so I'm just putting our real truth sometimes not just the interest perhaps the time perhaps the family and other things
ولكن حتى هاد القضيه اللي قالتيها مروه بصح انا لاحظت زعما في البنات اللي كنعرف حيت دابا عندك اصلا هنا عندنا النسبه اللي كتقرا لانفورماتيك واللي كتخدم في لانفورماتيك قليله وعاد زيد هذيك النسبه القليله فهي نسبه قليله اللي باسيوني بالدومين وعاجبها فعلا والنسبه الكثيره فيها غير ممكن كتكون دخلات لي وهي ماشي انتريسي ولا ما لقاتش شي حاجه تقراها من غير داكشي دونك كتلقاي هادشي علاش كتلقاي قليل اللي كيمشيو لي زيفينمون قليل اللي كيكونوا في الكوميونيتي زعما بار دوك الظروف اللي كيف ما قلتي راه بصح راه كاين اللي كتكون مثلا بعيده كاين اللي كيكون عندها زعما مشاكل في الدار ما تقدرش تبقى برا الدار بزاف خاصها تخرج من المدرسه ولا الخدمه تجي للدار دونك ابار هاد الظروف وهاد العوامل راه كاين حتى لو فيت ديال ان راه ماشي كاع العيالات اللي في الدومين راه ماشي كلهم عزيز عليهم الدومين بصح ولا انتريسي بيه وباغين زعما اي ايفينمون كاين ولا اي كوميونيتي يدخلوا يستافدوا منها دونك هادشي علاش كتبان رغم انه كتبان واحد النسبه راه خدامه ولا كتقرا في الدومين راه نسبه قل منها فريمون اونغاج واو ثاني حتى حنا هنا في المغرب ديك الثقافه ديال الكوميونيتيز ودخل وسط الكوميونيتي وتفاعل معها كاين شي وحدين الصراحه كيقول لك حكا هادي مضيعه للوقت انا تبارك عليا غنخدم لي بروجي ديالي نتخلص عليهم راهم كافيني داكشي ما عرفتش انه ديك الكوميونيتي اللي كتوريك الجديد كنتي بعض المرات محتاج شي يعني مساعده كتلقاها تما واحد في شي بك كتلقى اللي يعاونك تما يعني انه ما نبقاش ديما نشوفو ديك ستاك اوفر فلو ولكن نشوفو حتى يعني اللوكال ديفلوبر ديالنا حنا حتى مرة كيعاون بالعكس انه ديك الساعه كتلقى ماروكان حتى الا ما عرفتيش تشرح مثلا خانتك اللغه ما عرفتيش كيفاش تشرح داك الباك ولا المشكل اللي عندك كدوي معاه عادي باللغه ديالك اشنو واقع ليا ولا اشنو محتاج ماشي بحال انه كتمشي لي كوب اخرين كتبدا تقلب و يعني راه بزاف الحوايج بنادم اللي كنقولوا حنا بسبب هذاك كنقولوا حنا تفرعين تو بي اونست ملي ما كيبغيش يدخلوا في الكوميونيتي كيبنيو عليهم بزاف الوقت وبزاف الجهد I will just answer Mohammed with another question. Is perhaps in the future we need to ask ourselves as part of many communities how we can make these communities interested for those ladies, and perhaps answering this question could give us like some ideas and how we can be like beneficial and make them like more interested to be part of it, and that could be one solution way. اللي بغيت نعلق على البلان اللي قالت عائشه هو بصح كاين واحد البلان ما كاينش واحد الاورنيس بالاهميه ديال الكوميونيتيز في التك اللي ما عارفش فينش باللي راه الكوميونيتيز في التك راه هما اللي كيحكموا على المستقبل ديال التك راه ما كناش غنوصلوا لهذا الشيء اللي واصلين ليه دابا كون ما كانوش كوميونيتيز راه اغلبيه ديال لي سوليسيون اللي كتخدم بهم راهم اوبن سورس راهم كوميونيتي اللي مقادهم الكوميونيتي ما دارش زعما غير باش يجاوب لك على لي كيسيون ديالك ولكن راه هو كيما بحال كيما هو عطاك وجاوب لك على لي كيسيون ديالك فاش عاد كنتي بيجينر بحال راه في الاخر راه انت ماشي مجبر ولكن بطبيعه الحال الا بغيتي خصك تعاود تعطيه باش نزيدو القدام سينو الا جاك لا واحد يستافد من الكوميونيتي بلا ما يعطيه في الاخر ما عمرنا غنزيدو القدام وما عمرنا زعما غنوصلو كنا غنوصلو هادشي اللي وصلنا ليه دابا ديك الكلمة عفف عفف معنا طيب عفف وقيل مشى لها الكونيكسيون ولا شي حاجة عندوز النيكست كواشن ديال اسماعيل working at the Morocco قال لك is it true that there is no wage difference اوكي دونك لا كيسيون ديال اسماعيل تيقول لك واش بصح كاين واحد لا ديفيرونس بين البنات والولاد اللي كيخدموا في التك المغرب يعني السالاريز اللي كياخذوا كلشي
أنظن قيل مروة اللي تجاوبنا على هاد لا كيستيون. To be brave, nope, there's no difference. Why? Because I know some females get paid more than men, and it's really depend on depend on your experience, what you can bring to the table, and what you like negotiate in the beginning. So. كنسمعك حتى شويت كونيكسيون راه انا استغربت ان اصلا صبرت حتى لهاد الحد. معليش معليش ما سمعتش الكيسيون ديال لا كيسيون ديال اسماعيل تيقول واش كاين ديفيرونس ديال السالير بين البنات والولاد اللي كيقدموا في التك في المغرب. المهم غادي نزيد نجاوب انا على هاد لا كيسيون. حنا عارفين انه اي واحد كيتخلص على حسب داكشي اللي كيدير, يعني ما كتجوجاش على حسب واش انت ولد ولا بنت, حيت حتى انايا كنعرف انه كاينين بنات اللي خدامين عندهم دي بوزيشن اللي كيتخلصوا اكثر من الدراري. علاش؟ لانهم احسن منهم في الخدمه ديالهم ولا كيديروا شي خدمه اكثر منهم. يعني اون غرو ما كاينش هذيك الديفيرونس. يعني انت يا مثلا فرونت اند ديفلوبر وكاين واحد البنت معاك حتى هي فرونت اند ديفلوبر, غادي تخلصوا لو ميم سالير الا كنتو كديروا نفس الخدمه. دونك تزاد عليك لي طاش ولا تزاد عليك شي حاجه اخرى راه غادي تزاد لك في السالير بيان سور. زيتي ابروفيت يور سيلف راه غادي يكون البونوس على حساب الستراكشر اللي انت خدام فيها. يعني سينس يو كان دو يور جوب كوركتلي ذاتس ات. لكن كلمه عفاف مختلف, ولكن نبغي نعطي الراي ديالي ديال القضيه ديال السالير. الا كان بان لك بلي داك السالير انت ما كتستاهليش, يو شود اسك for what you deserve. زعما في الاول الا كنتي عارف راسك كتستاهلي داك السالير غادي تسولي السالير اللي بصح كتستحقي. هو عاوتاني ما ناخذوش كاع الامور بحساسيه, ماشي حيتاش الا بان لك شي واحد كيتخلص احسن منك فبالضروره حيتاش انت دريه, حيتاش تسول راسك بعدا واش am I that good ولا غير بغيت نقول لا راه ما كنخلصش بحالو حيتاش انا دريه وهو دري. اوكي صراحه هادشي اللي خاصو يكون في لي ستركتور صراحه كاملين باش ما نوقعوش في داك المشكل ديال انت حكاك تخلص اكثر مني كنديروا نفس الحاجه هكذا. الا حسيتي براسك كديري اكثر من داكشي اللي مطلوب منك ask for more. انت هو المضبوط. يس صح. هادي اي واحد غادي خصو يديرها في ان سيغتان مومون ديال لا كارير ديالو. يعني شي حاجه اللي عاديه. نيكست كويشن ديال محمد. هاو كان وي هيلب اس تيك كوميونيتي تو امباور مور وومن ان تيك؟ مروه دونت ستارت وذ مي جو سام اف عائشة. المهم الدار ديالنا حنا كتيك كوميونيتي هو هذيك البورسنتاج اللي بصح هي مهتمه ولكن اتس ا ليتل بيت شاي وحشمانه وكتقول لا الناس فايتيني حيتاش كاينين بزاف اللي كيقول لك انا راه كنعرف غير شويه وما كايناش زعما واحد البلاتفورم اللي كيخليهم يشريو غير بعد داك شويه اللي كيعرفوا حيتاش خصك واحد زعما بوين دو ديبار. وحنا زعما كميونيتي كنعطيوهم خصوصا فهاد لي فهاد زعما لي زيفينمون ديال اللي هما غير ديال الدريات كنعطيوهم بلاتفورم كنعطيوهم واحد لاسين باش هما يقدروا يدويو ويديروا تاكس في هذاك يشاريو هذاك الشيء اللي كيعرفو النوليدج ديالهم. ومن بعد صافي راه ملي كيزعمو نخليوهم يشاركوا في زعما لي كونفرنس لي مفتوحين للجميع. وي هي عفاف عاوتاني التحقات. المشكل في الكونيكسيون ماشي منك عارف هادي هاديك توقع غنبقى نتهاكا ماشي مشكل نكملو. مازالين كاين دي كيستيون اي ثينك ندوزو للبارت الثانية ومن بعد نعاودو نرجعو للكيستيون حيت غنبقاو
نطولين فيهم. صافي واخا نمشيو للبارتي الثانيه. البارتي الثانيه السؤال الاول هو واش صعيب زعما علينا حنا كبنات ولا عليكم نتوما باش كتلقاو جوب ولا انترنشيب اون جينيرال؟ كيجيكم صعيبه حيت نتوما بنات ولا شنو كيبقى؟ تبسيهم يس اوكي انا غنهضر غير على لي زونتروتيان ديال الستاج حتى هادشي اللي دوزا دوز دي زونتروتيان ديال الستاج كاملهم مع دراري ما لقيت حتى شي مشكل. ما عمرني حسيت بلي بشي ديسكريميناسيون حيتاش انا دري او اكسبتيت شحال من واحد شحال من ستاج ودابا راني كندير ستاج مع واحد. المهم سي ديجا بيان فور كلاينت حيتاش كنزاد واعز زعما خصوصا في تويتر كنشوف بزاف ديال الدريات كيتشكاو ما كتعطاهمش في الصالير الا كيتعرضوا للديسكريميناسيون ما كتعطاهمش بروموسيون ما كتعطى زعما لي كوليك ديالهم اللي هما دراري ما عرفتش علاش كيتشك سامون مايت هاف ا ديفرنت اكسبيرينس. Yes. Of course. Aisha? صراحة أنا ما نقدرش نجاوب حقاش أنا يلا كنقرب كنقلب. لا مازال ما بديتش تقلبي. صافي. يلا السي في ديالي كنقلب على انترشيب ديال لابليكاسيون. يعني داك الدومو اللي كيدوز. وا جود لك. بغيت نجاوبكم. صافي دونك العام الجاي إن شاء الله. مروة؟ I don't know, صراحة. Perhaps I'm lucky that I study in UFPPT and my study was 1 month study in 1 month internship. So after 2 years, I was kind of having a background in having like a health field like a portfolio. So that could have like a prepare me and like after being with a company that I was working as a trainer and prove myself to them, I move on to be a junior designer with them. So we cannot judge, it's based on each one of the experience. Perhaps my study is the one that has helped me to get to this level, the must of having a health education based on internships could have been like another push for me. So I couldn't just wait for 2 years to finish my study, then starting like internship, doing it like both in the same time. That was very like good for my resume. So yeah, it's really depend on each one of us and each situation or case. Mm-hmm. Yeah. Next question, Amaro. واش حسيتي براسك شي مرة discriminated في شي job interview or freelance interview? Hit they wanted a guy and they got a woman resume. No, actually, I never been in that situation. Perhaps just small incident in the, if we want to keep it just in the gender. Nope. I've been discriminated, but for my scarf outside of the country, but not in my country. Okay. Okay, that's already a good thing. Hit. صراحة أنا عمر موقع لي هاد البلان. يعني every job interview I got in, ما كنش ديك اللعبة ديال لا أنتي بنت ولا شي لعبة. يقول لك, are you good at this? You're hired. You're not good at this. We're looking for someone else. Good luck in your job search. صافي move on. صراحة we understand sometimes حيت كيكونوا بعض مرات requirements شوية في شكل ما كيتماتشاوش بزاف مع السكيلز ديالك وكتفهم القضية. دونك خاصك عاوتاني تزيد تعلم حوايج اخرين باش في المستقبل ملي دوز دي job interviews ما غاديش توحل في شي حوايج. الوغ next question
واش البنات ملي كيكونوا اللي كيكونوا خدامين بلوطو ولا كيكونوا عندهم داخلين ديجا كيديروا انترنشيب ولا شي حاجه كيديروا ستاج ولا خدامين واش كيكون عندهم شي مشاكل اللي كيواجهوهم اللي ما كيكونوش ديجا عند الدراري يعني واش كيفاسيو غير ديسكريمينيشن وديك اللعبه ديال كتلقى شي واحد اللي كيكاسي فيك كيقول لك انت ما تعرفش ديري هادي ما تعرفش ديري هادي شنو المشاكل اللي كاينين في هاد فهاد السيتويشن ديال فاش كتكون انترن ولا كتكون ديجا في واحد جوب بوزيشن كبنت بيان سور نبدا بتهام ما عرفش صراحة حيت المشاكل اللي غيوقعوا لك غيكونوا هما المشاكل اللي غيوقعوا للدري من غير discrimination or sexual harassment هادو هما الجوج الحوايج اللي يقدروا يوقعوا لك زعما as a woman other than that راه المشكل يوقع لك تقدر يوقع لأي واحد من غير يعلق بك as a person وماشي as a woman ولا as a man حاولنا كنشوفوا الدراري دابا كيتشكاو من سيكشوال هاراسمنت في الخدمه ولا جاتني في سكيل ولكن من بعد اي فايند ات فيري نورمال حيت انا ما كنعرفوش كلشي كيفاش داير واش دو يو ابروف هاد البلان ولا لا سمعت هاد اليوم يمكن شي واحد خرجت بيه الباترونه ديالو اكزاكتومون من غير هذيك الاستوار كنت سمعت بزاف بحال هادشي ما عرفتش ومن راه ما كيتحرشوش بالرجال غير حيتاش مازال ما جاوش بوزيسيون ديال باور باش يتحرشو بيه ماشي حيتاش وي ار جود وي ار نوت ذات انيسنت المهم الدائره اللي كتفرجوا فينا ما تخلعوش حنايا ضاحكين لا لا مروة عندك شي تدخل actually nope I don't have anyone but this is so funny there is some people with me watching this so please okay. out no, personally, I never been like, I don't know, not well treated. I'm gonna just back to a bit of our culture. I guess the majority. I'm just taking about a majority of people like always take acting protective or females. So when I say females, that people are in tech, people like with the good brains and the smart people. I don't know about other like other things. So I've been like well treated in my internship, in my non-internship, in my jobs, in my junior jobs, in my senior jobs, and I'm thankful for being like in field that's full of smart people. Like it's not just easy to be a person in tech. Not a woman in tech or man in tech or something. So those people like well-minded, and it's really, really rare that you're gonna find someone in tech and like doing this bad stuff. So yep. Nope. Okay. Well, that's all good. صراحة ملي ما كاينش عندنا المشاكل صراحة في هاد البلان. منو باش كاين الصراحه ما غاديش نعطي سميات ولا شي حاجه مي كاينين بنات اللي كيتحرشوا بهم صراحه في المجال ديال العمل ديالهم ما عرفتش واش كاين حتى في الاي تي مي الا كانوا كيتفرجوا فينا قدروا يحطوا لنا كومونتير مي كادشي كنسمعوا عليه قصص بزاف ديال التحرش ديال المدبزه ديال بزاف ديال الحوايج اللي صراحه ما بغيناهمش يبقاو من القدام صوف في الاي تي صوف لي دومين الاخرين باش هكا نزيدو القدام وحتى باش نشجعو بزاف ديال البنات ما يخافوش من اي مهنه كيف ما كانت يعني فاش كتبغي تدخل شي دومين كتقول فوالا راه غيديروا ليا وها شنو غيديروا ليا وانا راه غير بنت زعما انا عي وليا وما ادراك ما الوليا دونك هذا واحد ممكن ما خصوش يبقى عندنا القدام جيسبر صراحه لانه
طرح بزاف ديال المشاكل البنات اللي ما كيلقاوش الخدمه، ما كيلقاوش لي ستاج، ما كيلقاوش مثلا ما كيدوزوش لا بارتي الاولى ديال لي زونتروتيان على ود المشاكل اللي كطرى بحال هكا. ندوزو للنيكست كويشن. زعما هاد الكويشن نطرحها لسهام وعفاف ومروى. المهم شنو هما التشالنجز اللي فايسيتو شحال هذا ولا حتى دابا فاش كنتو كديروا في الانترشيب ولا حتى في الخدمه، يعني شي حاجه كان خصك تحليها ولا شي حاجه كان خصك تخدم عليها في واحد الوقت محدد، ولا لو فيت ديجا ديال انك تخدم في واحد الانفيرونمون اللي كتكون فيه انت بوحدك اللي بنت. مدمر العفاف اللي بغيتو. انا الصراحه ما كانش زعما شي تشالنجز اللي عندي معاهم شي ذكريات خايبه ولا شي حاجه، حيت التحديات اللي واجهت انا في الانترنشيب حتى في الاولاني اللي كانت مثلا الريسبونسابل عليا مرا، كانوا حتى الدراري اللي كنعرفو داكشي كيعاونوني زعما ماشي كيخليوك بوحدك ولا شي حاجه، كانوا كيوريوني حتى التريكس اللي ندير كيفاش نقاد الكود ديالي يكون كلين كود، ماشي حتى زعما معايا في الشركه ولكن كنعرفو معاك في الكوميونيتي ولا شي حاجه كيبقى معاك حتى كيجلس معاك زعما بحال هو هذيك خدمته وكيبقى يقعد معاك فيها يوريك شنو غديري شنو غديري، حيدي منك هاد القاعده راه مثلا غدا تمحنك من هنا لقدام، يقدر يغوت لك عليها مثلا الشيف ديال البروجي ولا هذا. المهم كيعطيك زعما نصائح اللي نورمالمون واحد اللي ما يبغيكش تخدمي في الدومين ما يعطيهمش ليك. دونك ما جاوش زعما كاينين ذا تشالنج اللي خايبين، التشالنجز اللي كاينين هما اللي غادي يواجهو حتى دري عادي، يعني خصو يكون كيعرف يقلب، يعني باغي يقلب باغي يقرا باغي يزيد راسو لقدام، تكون غادي تعدد ديك الرغبه والاراده انه عفاف مشات وصافي. زعما تشالنجز عادي ماشي خاصين بالبنت كبنت، تشالنجز غيواجههم اي واحد دار ديك الخدمه. سهام لا بالنسبه لي انا التشالنج اللي زعما طابور تشالنج شويه كبير ماشي هو في انترنشيب ولا في الخدمه، حيتاش اصلا الحياه ديال ديفلوبر عباره عن تشالنجز يوميا كاينين دي بوغ دي بروبليم وداكشي، ولكن فاش عاد بديت كيف قلت لكم كنت باديه تقريبا ما عارفه والو، وكنت ديجا ديك الساعات درت ليسونس يعني انفورماتيك، يعني كان خصني ندير واحد سبيد اب ليرنينغ بروسيس ديالي باش نوصل على الناس اللي هما في نفس العمر ديالي. تما كان زعما واحد الخدمه شويه انتنس، كان خصني نقلب مزيان ونعاون راسي براسي، حيت ما كانش ديك الساعات ما كانش كنعرف ناس في الكوميونيتي ديك الساعات، ما كانش لا ماجي دي جي ما كانش لا كنعرف لا دي بي سي لا والو. تما هو اللي نقدر نقول كان تشالنج باش زعما to prove yourself وتوصل للناس اللي هما اتليست تكون في النيفو ديال الناس اللي بحالك في العمر، باش ديك الساعات تقدر تتعلم الغضب تتعلم بحالهم ما تحسش براسك زعما left out. مروة I guess the internship goal is to have challenges, so and from challenges we learn, so first we faced many challenges and it's not based because I'm a woman or a man or something else. It's based on like the purpose of internship in general, like the switch from studies to the real world, and how you can do the switch and how you're gonna learn like new technology. Perhaps you're gonna study, I don't know, just say Java, and like in the real world you're gonna find Kotlin. So how are you gonna keep up? So it's just this kind of switch. Mm-hmm. I got many challenges because I don't know if you are aware of my studies. The first 2 years in of PPT, I was learning about graphic design. And it was like the only thing like available best back then, even though in the same time I was working as a freelancer, and I know other like
other like ways for design, but each internship was for me to decide personally which design I will go for it. For example, the first month I was working with a printer and see how this change in colors and working with people who do like all these lovely banners outside and how it's like done. And the second month I back to the agency to see the web design and how people in the agency work in design. So it was a very diverse challenge with myself to decide where I'm going to, which type of design, is it graphic or like web or other like type of design. So different challenges. It's gonna be on the way of internship personally to do the decision, and perhaps globally to speed up and be up with the market needs, and that's where the tricks in. So yeah, this is a brief on the challenge that I faced and that I had before. Yeah, صراحة تبارك الله عليكم كاملين. Sorry, Aisha. We're gonna ask you the same question next time. But still, زعما سي واحد لا لوسون اللي كنتعلموها من بعضياتنا بزاف. يعني كيكون عندك تشالنجز ولا شي حاجة اللي كتصعب عليك الخدمة بعد مرات وكيفاش كتحلها, كتعلم ناس اخرين زعما لي بون ميزور باش تاكتي ولا باش زعما تحل لي بروبليم ديالك نتايا في لا بروشين فوا. صراحه انا كان عندي دي تشالنجز, وكان عندي صحابي اللي حتى هما في الدومين اللي كيعاونوا كيعطيوك الهينس, كيقولك فوالا خصك دير هكا خصك دير هكا, ما خصكش تخدم بهادي خدم بهاد الليبراري راه هي اللي مزيانه. كنديروا حتى البلان ديال الكود ريفيو بيناتنا, يعني انا كندير كود ريفيو الولد هو كيدير لي الكود ريفيو ليا انا باش كنتعلموا من بعضياتنا, كنشوف هو كيفاش كيدير كيشوفني انا كيفاش كندير, وكنعطيو لبعضياتنا النصائح. شي حاجه اللي عاديه بزاف ولي ما كان صراحه شي حاجه اللي كنابريسيها بزاف سورتو في الدراري اللي كاينين في لا كوميونيتي ديال الديف في المغرب, لي كوميونيتي كاملين صراحه ماشي غير ديف سي بوحدها. واللي شي حاجه اللي بغينا نزيدو بها القدام اللي نلقاو البنات اللي كيديروا البير كودين دا بير بروغرامين بعضياتهم من هنا للقدام. نيكست كويشن هي كيفاش حنا از وومن نقدروا نخليو واحد البالانس بين الخدمه ولا القرايه ديالنا ولا الفاميلي ولا الورك تايم ولا كاع الهوبيز اللي عندنا حنايا من خارج الدومين ديال الاي تي. I guess God bless COVID let us all in this situation. So God bless it. The what we've been facing this the past year and the past month, it's applied to all of us. So everyone was in home, like it wasn't like female, just only females at house, but everyone like at their house. So everyone like brought up like different hobbies and like different stuff. So it was a very challenging, and for those people who get sometimes bored outside the working, it's been like a welcome to home. This is what's been like missing the past years. So everyone was like just broke up home and like sharing all the tasks from cleaning to working on their web the laptop. I'm just like answering like in very globally, not just us in tech. And perhaps people who like help their family, for example, the wife, she's for example a developer, and the husband is not a developer, but perhaps working in a non-tech environment, got brought up to tech and see what they're missing. So everyone saw the importance of technology, and everyone like start learning about it. So especially those people who are not working in tech field.
I'm just taking you a bit of like a view in my family. My parents are not tech friendly people, and seeing us everyone like me and my brothers working like in the different fields in technologies and working from home and keeping up with our salaries or our like monthly income. And for the parent not having that like backup monthly or like salaries, why? Because they're not in a field that can keep up with any issues that happen. Let's just stay in the pandemic, and my dad like being like, okay, what the hell is this technology? How we can start learn from it and how we can like be part of it? So you need just again bring him like in and show him like all this globe and see where he's fitting in. Like he's gonna be like, for example, marketing and digital, or you're gonna be a developer, a designer. And it's like there is no age for learning. So I give you like just a small example based on like what I like faced me and my family here, and a special example of not IT with IT people and how like time could be challenged. So thank you COVID for this, for only this. Other than that, there is no thanks for your COVID. Okay, thank COVID for only this. المهم حيت جمعنا مع الـ مع لا فامي. المهم كاين الناس اللي دوزوا الكونفينمون بوحدهم وكنشجعهم حيت دي باست سكسسفولي. كان هاد البلان كان وقع لي حتى انا في العام اللي فات في الكونفينمون. يعني حتى انا تقريبا ما عارفينيش شنو كندير اكزاكتومون. دونك ملي كيشوف جالس تيقول لك فوالا اشرح لي شنو كديري. دونك ملي كتبقى كتشرح له بالخشيبات سورتو خويا الصغير كيقول لي شرحي لي شنو كدير حيت واحد ما عندي في العائله في الاي تي. دونك كل واحد خصك تعطيه خاطرو تشرح لي شنو كدير من هنا شنو كدير من هنا. على فكره خسر لي التليفون شوفي لي هذا هاتي لي فيسبوك. I got that too, ولكن I'm not a Facebook hacker, so no. لا جا خسرت اي حاجه اي حاجه كيدوز فيها الضوء اي حاجه اكزاكتومون. لا شفت واحد عيط كومي كيقول لك شوف لي شكون اللي عيط خسر لي الواتساب خسر لي. ما غاديش نمشي في لي ديتاي بزاف ولكن سيتي اون غرو هادشي. دونك ملي كتشرح ليهم شنو كدير كتعطيهم دي زيكزامبل ديال دي تريك اللي خدمتي عليهم قبل, لي بروجي اللي خدام عليهم في الخدمه, شنو هو لوبجيكتيف ديالو, كيفاش كتطلع هذيك الفيو دايره بحال هكا, كيفاش خصك تقاد هذا البوطون من هنا ولا هذا البوطون من هنا. دونك كانوا شويه امبرست وقدروا بزاف هاد الخدمه اللي كندير. صراحه عجبني الحال بزاف سورتو حيت جلست معاهم وعرفوني كيفاش كنخدم الليفل اوف كونسنتريشن اللي كانت الخدمه. دونك سي تي سا اون اي اكوتي كانت التجمعات العائليه وداكشي واخا كوفيد. يعني كنا مع الدار, ما عندك فين تخرج, عندك الكوزينه, عندك الدار, عندك خصك تجمع مع خوك, تجمع مع خصك الصغيره تراجع معها. كان بزاف ديال الحوايج بحال هكا اللي صراحه ثانك كوفيد فور ذيس. ميزا بار كوفيد كاين البلان ديال الاورغانيزيشن, كيفاش تقدر تورغانيز الوقت ديالك. يعني عندك الخدمه الصباح من 8 ل 6 العشيه, دونك 6 العشيه الفوق راه اتس فور اكتيفيتيز اند نو ثانك كوفيد فور ذات بيكوز كنخدم في الدار مع تسعود. دونك ما عندكش داك الاكسترا تايمز باش دير الاكتيفيتيز ديالك كاملين. ما كيبقى لك لو ويكاند خصك تشوف مالين الدار, خصك تشوف بزاف ديال الحوايج. الا كانت عندك شي حاجه اللي كتعجبك ديرها كتخلي لها الوقت ديالك كلشي, تشوف صحابك بوغ ان بيتي كافي ولا شي حاجه. دونك سي ان بو سا سي جوست لورغانيزاسيون و دير واحد الاجندا ديالك. ها فوالا التاسك ديالي شنو غندير اليوم من الاول حتى الاخر, من مره الخدمه شنو غادي ندير. مثلا غنمشي نتعلم واحد واحد اللونغاج جديد, ولا غادي نمشي نقرا شي لغه جديده اللي ما عندهاش علاقه بالاي تي. المهم تقرا الالمانيه ولا تقرا
سبانيولية. وكاين عاوتاني سميتو كاين عاوتاني المهم نو ثانك كوفيد فور ذات حيت المهم قلت لكم خاص تكون عندك واحد لاجوندا ديالك اللي خاصك تورغانيزي راسك فيها في الاول باش تعرف البرايورتيز ديالك كيفاش غادي كيفاش غادي نمشيو في النهار كامل ولا في داك الاسبوع كامل اللي غادي المهم كيفاش غادي يدوز. دونك سي ان بو سا. ونخلي الكلمه لسهام وعيشه. بالنسبه لي انا زعما هادشي كينطبق على الدراري والدريات اللي في الدومين ديال التك كنساو شي مرات باللي فاميلي ماترز تو كنبقى قدام فيسي بزاف ام جيلتي اوف ذات بعض المرات كنبقى في البيت بزاف ما كنشوفش عائلتي ما كندويش معاهم. I try to change this زعما دير وقت ديال الخدمه ودير وقت اللي تدش فيها شويه مع عائلتك وهذاك حيتاش حتى تو بي برودكتيف ما خصك تبقى زعما سويتشي شويه تخدم شويه تهضر مع الناس شويه تكون عندك شي هوبي اللي كديرها ابا بروغرامينغ و ميبي قاعد دير شويه سبور الا كان بوسيبل هادشي غير باش تبقى برودكتيف زعما على المدى الطويل وما يجيك شي بيرن اوت اكزاكتلي نعس شي شهر. En parlant de burnout, là, qu'on a dans la liste, l'épisode de Geeks Blabla, tu peux le checker, mais bien, regardez, tu as le lien de Jalou Makoum. On a dans la liste de Jalou Makoum, qui fait ma couche. On a dans la liste de burnout, qui est très bien, 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 qui all of us normal. Yes, being in tech normal. It's normal. كتبغيت بوشي راسك باش تعلم بالزربه وكتقول خصني نوصل على دوك الناس الاخرين وبغيت بالزربه نوصل عليهم واخا هما فايتين 5 سنين ديال الاكسبيريونس كتبدا تخدم 12 ساعه في النهار then you end up by sleeping for 2 weeks especially في كوفيد زعما اللي ما كنتيش كتشوف بنادم ما كيكونش شي اكتيفيتي اخرى اللي زعما تخرج فيها ستريس غالبا اغلبية الناس في صنف هاد كوفيد ضروري يكون عليهم شي نوع من البرن اوت ديبرشن ماشي تاع برن اوت. اودي خلينا ساكتين خلينا ساكتين دابا في المينتال هيلث انا جيت انا ندوي يمكن انا نبقى شحال داويه لا قولي دابا نورمالمون الناس العاديين يلاه كيتكافاو مع ايكول وحده كاع كاع الا زادو كيشاركوا في ايفينمون واحد انا لا سيدي كيما خلاني اللي كيقول لك ما كتبغيها كتبغيها كامله عندك لانسا ها 1337 زيد عليهم ليفينمون بحال لوبن سورس اللي شاده لايك بروغرام ادمنستراتور كلشي كيدوز من يدي يعني الا من لي زانفيتي نقاد البروغرام خصني نشوف نبقى ديما اليرت مع لي زوتر نشوف فين وصلوا. عاد ثاني كملتها في الام ا سي ام واخا الام ا سي ام البلان زوين فيها هي انهم كيكونش بزاف تاع لي زيفينمون يعني كيكون جوستمون الام سي بي سي كاين عاد ثاني الكومبيتيسيون ديال البروغراماسيون اللي كتكون للبنات يعني كيكونوا ثلاثه ولا اربعه كاع في العام الا كثروا وباش ما يطراش ليا شي بيرن اوت وليت كندير واحد لوغيتم انه مثلا بحال السيمانه كنعطي فيها الخدمه بزاف سيمانه كنبدا نقص شويه بشويه كنبقى نهبط الريتم يعني 3 سيمان ديال الخدمه كونتيني كنخلي ديك السيمانه الاخر كاع في الشهر كنشد انا وكرتاح شويه يعني الخدمه ثقيله بزاف ما كنديرهاش كاع في ديك السيمانه هادشي اللي وليت كناخذ انه هاد الريتم جربته وصدق ليا مزيان غير هو مع بارفوا كيطلق ليا لي زيكزامبل هذيك السيمانه كنستقم يعني كنستقم اجلها كنولي شاده جوج سيمان من مورا ليكزام كنرتاح فيهم يعني انا خص ضروري الواحد يرتاح ولا المونتاليتي ديالو غادي تاكل لاصا ديجا طرات ليا انا تقريبا نقول لك نيت في شهر 3 ديال العام اللي فات ومنين تسالينا في الكونفينمون كدا كان كما كنقولوا حنا من الزهر ديالي انا ونيت خديت واحد الراحه تاع ماشي غير شهر ولكن استقشدات من شهر
ارتحيت نيت وبقيت كنقلب على يعني ديجا ملي كانت هذه الباكغراوند ديال البسيكولوجي اللي كتقريها بقيت كنقلب في البوك وكذا كيفاش انه ناخذ الريتم ديالي بقيت كل مره كنسيي يعني دي بيريود اللي غادي يصلحوا ليا حتى لقيت يعني هاد السيستم بحال هكا لك 3 سيمين كتبدا من السيمين الاولى كتبقى غادي هابط هابط شويه بالريتم يعني حتى السيمين الاخرى كاع اللي كترتاح فيها النيت يعني كما كنقولوا فورسي ولكن ماشي على حسب صحتك صحتك هي الاولى. وصراحه الصحه راه صافا باس افون تو تهلا فراسك هو الاول داكشي اللي كاين باسكو ابري عاد تبقى تفرسي على راسك بزاف فان سيغتان مومون لو كور ديالك ما غاديش يبقى يقدر يابسوربي داك داكشي اللي كتعطيه فهمتي دونك صراحه شي صعيب ما بغيتش حتى شي واحد راه هي النصيحه اللي كاينه هو انه ما تبوشيش راسك بزاف دير داكشي اللي قدرتي عليه ما قدرتيش تعلم اليوم راه غادي تعلم غدا يعني لما قدرتيش دير واحد ربع ساعه باش غادي تعلم شي حاجه جديده اليوم الغد ليه غادي يكون عندك الوقت وغتليستي البرايوريتيز ديالك يعني عندك الخدمه هي الاولى بخي عندك واحد الاكسترا تايم تقدر تعلم فيه شي حاجه جديده عندك ليكول عندك بزاف ديال الحوايج اللي خصك ديرهم دونك تليستي داكشي الا ما كانش عندك الوقت باش دير زعما انفورماسيون ولا تقرا سو انترنيت كاع تقدر تخليها بوغ ان اوتر مومون باسكو القرايه ما كتساليش يعني اي وقت راه غادي تقدر تقرا غادي تقدر تعلم دير اي حاجه بغيتي وندوز للنيكست كويشن زعما فاش كنتو صغار شنو هي الخدمه اللي كنتو بغيتو ديرو صراحه من غير هادشي ديال كيفاش وليتو في الدومين ديال الاي تي وهادشي سيام يلا دوش دكتور سكالمي شنو كنتي بغيتي تولي طبيبة I guess ماشي طبيبة ديال البلادين كنت باغا نولي فيتيرينير اوكي That's even good even better Yeah, but I guess ما هاد الشيء راه الماضوز اللي كنشوفو في المجتمع تكون هذاك اللي عنده قيمة هو واحد طبيب واحد الانجينيور واحد يعني داكشي علاش كيكون في الاول خص حنا نكونو ماضو باش هذوك اللي من بعدنا يبغيو يكونوا بحالنا اكزاكتومون دابا تبغي يكون كان عندك لو شوا ديري فيتيرينير No, I won't. No going back. I still love animals, though. Yeah, yeah, but not curing animals. شوفي سهام سي جامي ترو تار يعني فونس كون تو جو اب تو يو ديريهم بجوج انتي كاع يا عائشة نقول لكم ما تضحكوش عليا قال حنا ما غاديش نضحكوا هنايا حنا مجمعين راه كانت كتجي في بالي حاجه وحده فين ما كيقولوا لنا ديك الورقه كتبوا اشنو بغيتوا نتوما صغار كنت كنقول لهم سيدات اعمال محترمه ركز اسطروا لي انا محترمه في الاخر هير يو جو هير يو جو هير يو جو Well, you kind of like everywhere. So. Yeah, at some point في الكارير ديالك راه غتولي سيدة أعمال محترمة جدا كاع. سطري على ديك جدا. Good luck. اللي كانوا خلاوني نيت أنه يعني نزيد نمشي في الانفو. زعما سمي أنه كتفتح لك أني طريق بزاف باش تولي ستارت اب ديالك تبدا الكابيني ديالك دو كونسلطاسيون مثلا يعني كاين بزاف تليدي. اللي تقدر ديرهم يعني من لا اكزاكتومون صراحه كاينين بزاف ديال رول مودلز نقدر نسميهم في الدومين اللي دايرين هاد البلان وكاينين ماني ستارت اب في العالم اللي ران باي وومن كاين عندنا صراحه وحده اللي كنعرفها في كازا اللي ران باي وومن ديال سميتو ديال اي او تي ما عقلتش على السميه مي نحاول نبوست البروفيل ديالها واش it's not a startup it's
a school? No, it's not a school, it's a startup. تخدموا بزاف دي بروجي اردوينو ايترا المهم اي او تي بروجيكتس اوكي لا اوكي وانت يا مروه شنو كنتي باغي تولي سايبر سيكيورتي اكزاكتلي يا اند تو نوت اي ستيل لايك هاف ا باشن تو ليرن اباوت ستاف اي ستار ليرن some stuff thanks to crisis community yes that buys in Marrakesh and they asked me one day like what was like the thing that you dream to be and I said cybersecurity is like some people said like you're not a cybersecurity person like not even like in the first glance but yeah I'm so thankful. But you can never spot a cybersecurity person كيف is there. I mean, can't stereotype. Not just call him Mr. Robot or something. Exactly. So Mr. Robot. Voilà. So I'm thankful for this community because I don't know if you noticed, guys, but I was a bit out of the community bubble for the past year. Focusing on like developing myself and learning and some of the people were helping me out on learning some basics and like to upgrade my game there. It's still a passion and I'm not gonna give up design but that's not gonna stop me of like fulfill like my passion. Yeah, it'd be like my next like career but not next step in your career perhaps. Yeah. So yeah, that was my dream. That's very doable. That's very doable. Exactly. So and good luck. Thank you. So much. Much of luck. I'm a student also, ladies. So I'm not just okay. For you. So yeah, that's what I'm المهم لي ما جات عفاف انا فاش كنت صغيره كنت بغيت نكون في الميديسين ميليتير سطر على الميديسين ميليتير كنت دفعت ليها ان سيغتان مومون مي قالوا لي عندك مشكل ديال الشوف ما كتشوفيش سو نو هوب فور مي تو بيكوم ميليتري ميديسين ان ذا فيوتشر نشوفو عفاف شنو كانت بغات تولي فاش كانت صغيرة. عفاف كتسمعينا؟ She's not here yet. اوكي ما نتسناو حتى ترجع باش تجاوبنا على لا كيسيون ديالنا. next question هي كيفاش نقدروا نشجعوا بزاف ديال البنات في الدومين ماشي حنا كيفاش نشجعوا ولكن كيفاش الدراري يقدروا امباوريو البنات في الدومين hire them give them internship give them a spot in your job call them for events invite them to be part of communities I don't know. This is yes. Yes. قلتي كل شيء مروة ولكن ما خليو سهام وعيشة يقولوا لنا شنو كيف فكروا. ما تبقاش تقولوا لهم بلاصتكم الكوزينة. اللي قال لك قولها لينا. اللي قال لك قولها لينا. المهم like انه منين مثلا شي بنت تطلب لي داير شي حاجه ولا مثلا بغات تقول لكم انا بغيت نتعلم الانفو بغيت نتعلم البروغراماسيون عطيو هادي السورس اللي يكونوا يعني ملي بديتو نتوما ديروا مع هاد الكوميونيتيز اللي كاينين هنا دي احسن حاجه تقدروا ديروها انا فور مي هادي هي السورس اللي تقدر تبدا يس سهام I guess guys are already doing this. من غير غتبقى غير ديك الفئه ديال الضمير ماشي ديالكم هما اللي خصهم يتبدلوا ما ديجا زعما الدراري اللي ما كيامنوش بهذه الفكره راه ملي كتمشي تسولو ليه
غادي يجاوبك من اللي غادي ممنوع يعاونك غادي يعاونك وفي لي زيفينمون راح الى مشيتي لي زيفينمون ديال التيك واخا تكوني نتيا طريه بوحدك حتى شي واحد ما غيتسوق لك غتكوني بحالك بحال كاع البارتيسيبانتس اللي كاينين تما غادي تسولي بحالك بحال كاع الناس حيت من الاكسبيرينس ديالي حضرت بزاف ديال لي زيفينمون اللي كنت فيهم انا دريه وحدي ما كاينش دري اخر وما عمرني حسيت مع انا دخل اصلا بالفكره ديال بحالي بحالهم ملي دخلت تما ما كاين شي واحد اللي زعما حسني بلي انا دري الوحيده اللي كاينه تما وي ما مش جاست بي بوزيتيف That's a good point. حيت تلاقينا أنا وسهام effectively بزاف ديال الميتابس ديال ديفسي. كان ما كان طرحوش الأسئلة بزاف. بس ماشي ما كان طرحوش أسئلة بزاف ولكن بعض المرات كيكونوا بنات آخرين اللي ما كيبغوش يطرحوا الأسئلة ولا كيكونوا حشمانين ما كيقولوا فوالا راه غادي يضحكوا عليا ولا شي حاجة. من غير كان معاهم زعما فريند ولا شي حاجه اللي عارف كيقول كي كترانسفير ليه لا كيسيون باش هو يطرحها از جاي اوكي سون هاو اتشين ولكن ات هابنز هذه الصراحه اللي ما خصهاش تبقى بزاف والحاجه زوينه في لي زيفينمون فيرتوييل اند ثانكس تو كوفيد اجين ملي كتكون كيكونوا دي كيسيون كتلقى بزاف ديال البنات اللي كيطرحوا لي كيسيون يعني في لي كومونتير يعني دي ويل نوت بي جادجد ما كنشوفوهمش ما غنعرفوش شنو الباك جراوند ديالهم ولا شي حاجه دونك هاد القضيه عاونت بزاف في هاد لو بوين سورتو سيهم وانا شويه فرحانه بها حيت بخا هكاك ما عندناش داك ما عندناش هذيك 50-50 يعني ما كتلقاش بنات بزاف كيطرحوا الاسئله كتلقى الدراري هما اللي مضمنين بزاف في الكومونتير كما هو لو كاز دابا ما كاينش البنات بزاف اللي كيتفاعلوا سورتو كاينين معنا غير الدراري دونك شي حاجه اللي واعره دابا اللي حيت الدراري كيتفرجوا فينا دونك حتى هما كيتعلموا منا اون كلك سورت عارفيننا كيفاش كنفكروا يعني ملي كنكونوا في الخدمه ولا كنكونوا في الانترنشيب ولا حتى فاش كنكونوا تنقراو دونك هادي شي حاجه اللي مزيانه وتحيه لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا وطبيعه الحال عندكم دي كيستيون سهام عيشة ولا مروه ولا ليا انا ولا حتى عفاف خليوها لنا في الكومونتير عفاف راكي معنا راني عين حيدا الكام ان شاء الله نسلك هاد الحلقه اوكي 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 قاعده شي تدخل اللي وقع في الاول الصراحه ما داكشي كامل اللي كنت غادي نقول راه قالوه البنات كاينش شي حاجه صراحه جديده اوكي كنا شفنا كنا هضرنا على ستيت اوف ديف موروكو في الاول قلنا بانه كاين واحد النسبه قليله اللي جاوبات في لي كيسيونير اللي هما واحد 14% ديال الناس كاملين اللي جاوبوا لي كيسيونير دونك انا غنحاول نشاري معكم الريزلت هنا نيت في اللايف باش نشوفو باش تعطيني الراي ديالكم الوغ كيبان لكم سكرين ديالي مازال اوكي صافي غادي ندير ستيت اوف ديف دونك سي بون كيبان لكم وي دونك ستيت اوف ديف بوا ايمون اللي كنا هضرنا عليه في الاول يهضروا على الجندر هنا كنشوفوا انه ما كاينش بصراحه بزاف اللي جاوبوا على الكيستيونير وكاينه نسبه قليله ديال البنات ملي كنجيو كنديروا لي فيلتر بحال باغ اكزومبل نديروا جود باي ميني هاو ماني ييرز يو بين كودين بروفيشنالي يعني الناس اللي خدامين في الدومين دونك كتلقى الفيميل ماشي مازال نسبه قليله المبتدئين كاينين بزاف
الناس اللي عندهم انتر عام حتى 3 سنين ديال الاكسبيريونس كاينه واحد 31% ديال الناس اللي جاوبوا, واللي عندهم اكثر من 10 سنين كاينه واحد 2%. راه هاد النسبه هاد 2% اللي عندهم اكثر من 10 سنين ديال الاكسبيريونس, الا كنتو كتفرجوا فينا عفاكم ولا ما بشروا معنا الاكسبيريونس ديالكم, حيت محتاجين نعرفوا بزاف ديال الحوايج. انا بغيت غير الراي ديالكم على هاد على هاد الريزولت ديال تيت اوف ديف, شنو بان لكم, شنو هما البرسامشن ديالكم, شنو اللي خصو يكون باش نشجعوا بزاف ديال البنات سورتو انهم يعملوا دي فورمولير بحال هكا, حيت عارفين انه هو غادي يكون نيكست ستيت اوف ديف ديال هاد العام. دونك بغينا بزاف ديال الناس يشاركوا, بغينا تكون واحد 50-50 او موا باش نقدر تكون عندنا واحد لا فيزيبيليتي ديال المارشي كيفاش داير. نبدا بك مروه. But I'm not happy about the results, to be fair. I could tell, like, feet is green. Okay, I'm having a shitty house, Jenny. No problem. The idea is clear. That's for me, this form was shared perhaps in a DevC group, right? And at the GeeksBlaBla's events. Perhaps we have a lot of men in the group, or like the people who like saw the past episodes are more like men than females. And perhaps the role right now is for females to share it back. Are there at their network and the people like in tech environments that could be very beneficial, like the female that we know in tech right now, for example, Siham, you can share it with your network, Aisha to share with your network, Atef also in Maryam. So that could be also beneficial, but yeah, as I said, it's not really a good data. 40% is really it's nothing compared to what we should have. Exactly, yeah, because Mayim, we know a lot of females. We know a lot. And I was expecting almost 30% ديال response من network ديالي سورتو, ولا ديال الدراري اللي خدامين معاهم في ميز, ولكن they know females في لونتوراج ديالهم. Okay. Yeah, it's really I'm very disappointed. Maybe a bit disappointed, but I'm very. Yeah. But. Well, صراحة كاملين تصدمنا حكش تأنيني قلبنا اللي كنعرف يشيري و يعني هاد state of dev كل شيء كيجاو أغلبية البنات اللي كنعرف أنا قلت صافي غادي نلقاو أنا كتمعوا لهاد القوة على نير من 40% الفوق. وي حتى كنجي كنلقى بلا راه 15% باقي ما وصلناش ليها. ترى ما فهمتش انا وجهتهم زعما وجهتهم داكشي البروسيدور طويل يعني حقاش حتىني حتى كنقولوا حنا لفه ديال انا باش يتعمر الفورمولير وتعمر دي ستاتستيك ما كيجيب لك كيقول لك حكا هادشي غتخربيق عارفينش بانه راه داك لي نوم علاش كيتبازو بزاف على لي زيفينمون باش كيعرفوا انه يعني لا سيبل مع من كيدوي ولا من غادي يوجهوا يعني ليفينمون جاي شنو التوبيك اللي غادي يكون انتريسين اكثر يعني الله يرضي عليكم البنات وليو تشاركوا. ليتس بي فير, شكون اللي فينا دابا عمرت هذا الفورم؟ انا عمرنا كاملين حتى عفاف عمرته. اوكي اينو عفاف عمرته. Okay. Donc, nous avons. Yes, I did. Nous avons fait partie de 14%. Oui. Tu es allé à Siham? T'as eu une raison, non? Les excuses. Léon.
صراحة واحد عدد اللي لا يستهان به 14% مهم كانت من هذا العام أو موى طول حيث مهم نحاول نشري ولا نهضروا بزاف كتر على هاد الكيستيونير في المستقبل من هو هاد العام باش نكفروا أو موى واحد النسبة ونخليو الناس اللي ما شاركوش هذاك العام سورتو البنات يعني البنات والاولاد باش يكون عندنا واحد العدد مهم حيت ماشي اونلي ايفنتس كما قلتي عائشه محتاج ديفلوبر عادي اللي غادي يبغي يعرف لا سيتوياسيون كيفاش دايره في المغرب يعني شحال شنو هما لي لونغاج مثلا اللي مطلوبين بزاف شحال ديال الناس اللي كاينين اكسبيريانس مثلا في واحد التخصص مثلا في روت ديفلوبمنت دونك يبغي يعرف هاد لي زانفورماسيون هادشي كنلقاوه على برا باسكو كيديروا دي كاستيونير بزاف يعني ذا مين اكزامبل هو ديال جيت لاب ديال ستاك اوفر فلو كانوا بزاف ديال الناس اللي سبميتاو هذاك الفورم واخا كان هو شويه طويل من ديال ستيتيف مي كومام كان عندهم واحد لا فيزيون جلوبال على الكوميونيتي ديالهم وعلى الشيرد انتريست يعني سيتي هذا هو البوت باش نعرفوا كل شيء فين خدام شنو كيدير شنو هما لي لونغاج اللي مطلوبين مثلا في لو مارشي في المغرب الناس ديال الديزاين اوسي حتى هما واش سو انتريسي بار ديزاين واش كدير اليو اي يو اكس ديزاين از ديفلوبر ولا لا دونك هاد لي بوين اللي نبغيو نعرفوا عليهم اكثر العام الجاي وغادي نحاولوا نكفروا واحد توبكس وحدين اخرين كما كنا هضرنا عليها في الحلقه ديال جيكس بلا بلا اللي هضرنا فيها على ستيت اوف ديف في موروكو يعني نهضروا شويه على سايبر سيكيوريتي والريزو مثلا ديفوبس اكثر باش نحاولوا نكفر كما قلت لا ماجوريتي ديال الانترست اللي كاينين عندنا في المغرب ولا لا ماجوريتي ديال جوبس أو كندوز next question إلا ما كانش عندكم شي سؤال بلوتو شي تعليق صافي أوكي next question I guess عفاف إلا كان عندنا دي كومنتير في لاباج you can go كاين عبد الرحيم قال لكم شنو هي النصيحة اللي تقدروا تعطيو الجونيور جينيريشن او فيميل البنات اللي عاد طالعين في الدومين واللي كنتو تبغيو مثلا شي حد يعطيها لكم فاش كنتو نتوما عاد بعدين سيهان تبغي تبداي بالنسبة انا براسي جونيور جينيريشن ولكن ماشي مشكل انا هضر على الناس اللي قل مني ما تشوفيش زعما راسك as a woman in tech زعما ماشي ديما باغ ديفو الا مشيتي لشي ايفينمون ولا كنتي خدامه ولا اي حاجه اول حاجه كتجي على بالك ديال تي وار ومن حيتاش باش غتحطي هذيك الفكره في راسك سبكونشس ديالك اي حاجه تكالت لك غتقولي حكا راه بيكاز ام ا وومن افترضي بلي كاع الرجال كاع الناس اوت دير مزيانين حتى يتبت العكس باش ما تاخذوش الامور بحساسيه ماشي مش تشتي صالي القل ويش مينز حيتاش انا وومن قال لي كود ديالي خايب حيتاش انا وومن هذه هي زعما النصيحه اللي نقولها للدريات خصوصا في لي زيفينمون كم اللي كنسول شي دريات كنقول لهم علاش ما كتجيوش كيقولوا لي ما كاينينش البنات ما كاينينش البنات خفت نمشي لتما ونلقى غير الدراري وداكشي زعما راه بحال الدري بحال البنت نتي اللي دايره فراسك ديك الفكره ديال يور وومن اما الاخرين اللي مشيتي معاهم ليفينمون اغلبيه شي واحد ما يتسوقش other than that what are the things that I hope I had when I first started my journey
don't know. I guess maybe كون عرفت الكوميونيتيز قبل حيتاش يمكن حتى بديت شويه عاد باش عرفت بلي كاينين حتى كوميونيتيز عاد باش ديك حيتاش اصلا كنت كنقرا في ستات سو ستات ما كان ديك الساعات مازال ما كانش فيها جي دي جي ما كانش واحد الكوميونيتي ديال التك وما كاينينش ناس زعما اللي ناخذ منهم ليكسبيريونس ديالهم ولكن اون فوا دخلت مع جي دي جي وبديت كنعرف ديف سي بحال لورنين بروسيس ديالي تسرع شويه حيتاش كتشوف الناس شنو كيديروا كتشوف الناس شنو كيخدموا الى اخره كنتفق معاك شوف هاد القضيه ديال التك كوميونيتي وي لوست يو عفاف تقدري تجاوبي عائشه ولا مروه بما رجعت عفاف I guess the advice that I can tell like to junior like generation of females like perhaps not being shy and like be more involved in the communities that could be very very beneficial to their like to their future and never like be scared for like asking of help and perhaps other people's in community could give you a hand and that could be more easy than us the old generation so I guess this is what I can say please ask for a hand and have another networks with this community be involved more so I guess this is what I can share بالنسبه لي نقدر لي نقول للبنات هي don't freak out منين تشوفوا مثلا الناس النيفو ديالهم كما كنقولوا حنا هارب في الانفو ما تخافوش ما تدهشوش راه حتى هما بداو من الزيرو حتى هما راه ما كانوش عارفين حتى هما راه مازال دابا كيوحلوا في ليباك يعني راه جوستمون تما كيبان لكم غير هادوك لي تروفي كي كنقولوا حنا يعني اشنو داروا دابا يعني كيفاش صنعوا داكشي وبزاف د الحوايج ما تخافوش ما والو بداو حتى هما من الزيرو اي حاجه درتوها راه مزيانه اهم حاجه اللي كنقدر نوصيها هي انه يعني ما تحشموش قولوا حراسكم في الكود تعلموا ديما يعني ديما ملي كنقولوا مثلا كيقول لك اشنو هي احسن ادفايس تقدر تعطيها لشي واحد في الكود هي تلقي يديك فيه تلاح في الكود جرب تكودي اي حاجه المهم هي انه خصك تلقي يديك وما تبقاش تقارن راسك مع لي زوطخ يعني يشوف انت النيفو ديالك كي غادي ما يكون غير الخير عفف عفف مازال معانا انا واحد لو بروبليم ما تبقاش معايا تفق مع جزئيا ديال ما تقارنش راسك مع الاخرين انا بالنسبه ليا خصك تقارن راسك مع الاخرين غير هو ما تقارنش راسك مع شي واحد اللي فاتك بخمس سنين خصك تقارن راسك مع الناس اللي هما نفس العمر ديالك نفس الانفو ديالك مثلا انت عاد بادي عام هادي شوف الناس اللي بحالك عاد بادين عام هادي شوف شنو وصلوا بحال هكاك غادي ايفولي سينو الى بقيتي زعما راه بزاف المرات كيدخلك بعض المرات العجز وداك الشيء ولكن مره ملي كتشوف شي واحد وكتشوفو فين وصل كتقول علاش هو دار بحال هكا ولا ما درش بحال هكا ياك حنا بدينا في نفس الوقت ياك حنا بنفس النيفو ياك حنا كنقراو تقريبا في نفس المدرسه اتس ماي اكسكيوز هادي واحد النوع ديال الكومباريزون اللي كتعاود تزيد لقدام وكما قالت عائشه راه مابقاش راسك ولكن مع دوك الناس اللي بزاف عليك الا يعني تقارن شي واحد راسك مع سينيور ديفلوبر ونتا عاد بعدي واخا انا كندير الجيت هاب ديال عباد الله كل ليله باش نشوفو كيبقى فيا الحال ولكن اتس اوكي عرفتي بالخصوص ملي كتشوف البروف ديالو لايك كتشوف الكونتريبيسيون ديالو في كتاب كتلقى 265 كونتريبيسيون هي قليله انت يلاه كتوصل ديك 27 ولا 40 كاع الا كثرتي في العام ولكن انا في المقارنه هي انه ما تقارنش راسك حتى انه كتحبط راسك كتولي انت كتحتقر في راسك كتقول لا انا ضعيف لا انا ويك لا انا هادي يعني كي كنقولوا حنا عندهم بغيتي كاع باش تقارن راسك عندهم حطهم مثلا بحال شكل ديال بحال ديك الدرجه اللي خصني نوصل ليها خصني نقزها غير هو بشويه عليك تيك يور تايم ولكن عاوتاني ما تبقاش تيك يور تايم
لحقاش لا في الدومين راه غادي بزربه بزربه كيتطور كل وي. كل عام كل كاع على كل شهر كتخرج شي تكنولوجي جديده كتخرج شي فريم ورك كل عام كيخرج فريم ورك جديد بالخصوص واحد الكريب another day another javascript framework yes يعني انه خصك انه تيك يور تايم ولكن ما تبقاش في بلاصتك ديما انه ولي ترد البال للكوميونيتي ديالها باش زوينين باش كتكون شي حاجه جديده كيلوحوها كيديسكاسيو كيقول لك يعني اش زوينه اش يعني واش كتنفع واش حسن من داكشي القديم باش تقدر تستعملها يعني شويه عليكم يا وتلاحظوا الكود كما كنقولوا ادعوهم هاهم في الكود فوالا يا كاين واحد لو بوين اللي بغيت نهايلايت حتى هو يا سي كو بغيت نقول زعما سورتو الجونيور ديفز ان جينيرال يعني مين او وومن ما تخافش انك تعبر على شنو 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 ما فهمتيش ولا شي حاجه ما عرفتيش تقادها ولا شي لعيبه وما تخليش لهذيك لا فاصون باش غادي البيزنس دابا في العالم ولا حتى في المغرب ما تخليش تحبسك انك تمشي بعيد احنا عارفين انه كاين بزاف ديال الريكويرمنتس في الكومبانيز وكذا ولكن تخدم على داكشي اللي عاجبك وكترتاح فيه سيتو انت كيعجبك مثلا تخدم بجافا سكريبت جو ويذ ات عوم في بحرك مع جافا سكريبت وعارف راسك وعرف انه من بعد غادي تقدر تخدم به غادي تقدر تعطي بزاف فيه سورتو حنا عارفين داكشي ديال جافا سكريبت انا عطيتي مثال ما كيساليش كاينين بزاف ديال لي نوفوتي كل نهار يعني دوكيمونطا بزاف دوكيمونطاسيون راه لي غراتويت كاينه اكسيسيبل دابا الحمد لله تعلم من شي واحد تيكيت از ماستر بحال مثلا فور رياكت عارف ان دان ابرامو ابراهيم بدا حتى هو زعما كانوا حتى هو عنده مشاكل وكذا ولكن شوف فين وصل دابا يعني تاك شي واحد از رول موديل واخا انا ما متفقش بزاف مع هذا القضيه حيت كل واحد كيفاش كيشوف راسو كيما باغي هو في المستقبل ما غاديش تخلي الناس اللي خدامين بزاف ديال الاعوام كما قالت سهام اللي فيتين بخمس سنين ولا بعشر سنين ديال الاكسبيريونس يانفلونسي ولا فاصون باش غادي تعلم هذا ما كان اوكي نشوفوا شي كاستيون واحده اخرى عفاف عفاف مشات لها الكونيكسيون تاعك الوغ كاين واحد الكومونتير اللي عجبني ديال العالمي خديجه قالت لنا البنات خصهم بزاف ديال الانرجي باش يثبتوا راسهم في ان دومين كيف ما كان سبيسيالمون في التك عاوتاني it's a matter of interest and choice دي شي حاجه اللي باينه the only thing we can do is making things accessible for everyone هذا هو الهدف ديالنا كاملين دونك ندوز واحد لا كيسيون واحده اخرى كانت بنت لي ديال الوغ وعلاش ما كنشوفوش بزاف ديال البنات في leadership positions كاينين بنات في leadership positions I know many of them معنا واحدة اللي باغا تولي سيدة أعمال بالمستقبل اللي هي عيشة الله c'est un bon exemple donc هاي معنا واحدة الوغ كان قالنا واحد السيد علاش ما كنشوفوش بنات يديروا لي فيديو ديال الكودينغ اي ديجا في المغرب كامل ما كاينينش الدراري اللي كيديروا يوتيوبرز ما كاينينش بزاف واش مينز اصلا ما كاينينش بزاف الدراري وبنات ما كاينينش بزاف الناس اللي ما كاينش اصلا مازال عندنا الثقافه ديال الميكين زعما يوتيوب فيديوز فور كودينغ يا باغ كونتر كاينين لا كاينين بنات بصح ماشي في بروغراماسيون كاينين في اليو اي يو اكس ديزاين كاينين جي في دي فيديو في يوتيوب تاع ديال المهم كيشرحوا فيه لي برينسيپو كلشي مي في البروغراماسيون صراحه مازال نقدروا ناخذوا حنايا لينيسياتيف زعما علاش لا اوكي
Tamam, we know many things. We know many things. You know, it's not about tech. I know nothing about making videos. Maybe it's an idea to consider. Yeah. باش كلشي يبدا حيت لقينا بنت وحده كتماستري الفيلد ديالها مزيان وبغات دير دي فورماسيون فيوتشر. Go for it, don't be afraid. هذه هي الفكره الغلطه اللي كانت عندي انا وكاين عند بزاف الناس. It's not about mastering. حتى في لي زارتيكل ماشي mastering, but it's about sharing. It's about sharing. وزما واخا تكون شي حاجه راه كتلقى يوتيوبرز بزاف بداو اشنو making a landing page with HTML and CSS. باش بداو just a hello world application. Yeah, ومن بعد ديك الساعات هما كيفوليو ومعاهم هذاك الكونتنت ديالهم كيفوليو. خص غير زعما ديك زعما فاش قالت كاين واحد الكومونتير ديال معاذ قال لك لا ماجوريتي ديال الاي تي جونيور فيميز اللي خدم معاهم سويتشاو للتستين وخلاو الديفلوبمون ابار هدا due to fact that most tech leads I worked with are fine with doing an effort to help and follow up with junior men than junior girls. And this is the impression I had in my last 3 years professional experience working as engineer developer. Am I wrong? Yes and no. Because I am a QA engineer who can direct a development at the same time. So it's not about switching hit magnetic for development, but we want to try something else. And I can reject the development, can reject QA testing. I can do both. I worked as developer for many years. ودابا تندير الكي واي تيستين ولكن ماشي تيستين صراحه ماشي كتبعد على الديفلوبمون ولكن كتبقى كدير ديفلوبمون اون كلك سورت باسكو راه فيه لوتوماتيزاسيون تا هو كتكتب الكود كتكتب لي سكريبت ديالك ديال لي غوسيت ديال التيست اكسيتيرا داخلين فيه بزاف ديال لي بارتي تاع التيست في البروجي. كاينين بنات الصراحه اللي كي ماشي بنات كاينين اللي كيسويتشي كاريمون الكيو اي حيت كيقول لك لا صراحه ما عندي ما ندير بالكود باسكو داكشي صعيب ولا هذا ولكن سي با فريمون سا يفو فوار ريالمون شنو هو لونفيرونمون اللي كانوا فيه اللي خلاهم يبدلو بتاتر كو جاهم داكشي صعيب ما لقاوش مونتورين ما لقاوش الناس اللي شجعوهم من بعد ولا شي حاجه دونك سويتشو كاريمون. اوكي كنتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك كمعاد. بالنسبه ليا كاينين بزاف ديال الناس اللي زعما هما كيديروا ديف غير از ا فيرست جوب باش يسويتشيو من بعد لشي حاجه ولا باش ياخذوا شويه ديال الاكسبيريونس باش يوليو بروجيكت مانجر ولا كتولي شنو ما عرفت شنو. حيتاش كنعرف بزاف الناس اللي هما كيقراو دابا ياك وكتقول لك شوف انا راه دراري وبنات ماشي غير هذاك شوف انا راه ما غنقدرش نخدم في الديف بزاف د الايمان انا دايره غير زعما از ا بات باش منو ندوز لشي خدمه اخرى. يعني sometimes yes it's about mentoring but I guess كون كنتي بصح باغي تكمل في الدومين واحد التكليد اللي معاونكش that will not say ما stop you from pursuing what you want. بغيت نقول واحد اللعيبه سي كو اليوم كانت تحضر معنا واحد سوفتوير انجينير خدامه في 4D موروكو صوف كو 4D ديال دبي هي انتصار كنوجه لها التحيه من هنا. دونك غير بغيت نقول باللي راه people اللي سورتو بنات الى يور اوف لوكينغ فور ا جوب اور انترنشيب راه 4D دي ار هايرين. غادي نخلي لكم اللين من بعد كيقلبوا على ديفلوبرز وكيقلبوا سورتو على بنات باش يدخلوا التيم ديالهم دونك نو اوفنس جايز
ولكن this is it's not a requirement ولكن سورتو باش باش نشجعوا البنات يخدموا بزاف في ديستريكت بحال هكا يكونوا دومينونت نو ماشي ديسكريميناسيون ولكن سي بيان دافوار دافوار اون فيل اللي تخدم معاك ديفلوبر في التيم ديالك وكذا سورتو ملي كتكون انت تيك ليد دونك كترتاح ملي كتشوف ديجا البنات بزاف خدامين they're doing a great job etc they're doing the same job as as another developer كيكون هو ولد انتي دونك كترتاح فواحد النفسيه ديالك كترتاح كتقول الحمد لله كاينين بنات خدامين دابا و they're proving themselves وغاديين مزيان في لا كارير ديالهم etc وكلشي غادي مزيان دونك هذا واحد واحد السايد بوينت كنت بغيت نعلق عليه غادي نخلي ليا في لاباج ديال جيكس بلا بلا الناس اللي انتريسي دونك ذات واز ات عفاف مشات تا كانت بوز مروه حتى هي تعكات دونك نخلي لكم دا مفتوح لشي تعليق ولا شي حاجه عندكم بغيتو تزيدوها بيان سور سهام ولا عيشه المهم جو بونس اخر كلمه غتكون عندي هي المهم هذا هو ماشي ادفايس ولكن شي حاجه اللي وي شود بي اوير اباوت حنا في الكوميونيتي ديال جي تي جي ولا ديال سي ولا اي كوميونيتي ديال المغرب از فينمون ديال التك ديال الدريات زعما الكواليتي تبدل خصنا نبقاو نديرو دي زيفينمون لهذا الشيء كنخدمو عليه حنا وجو بونس انتما راكم كتخدمو عليه ما يكونش دي زيفينمون صافي غير جينا باش نديرو موتيفاسيون باش نقول للدريات خصكم تبقاو تكونوا دي ديفلوبر تجوينيو زعما الدومين ديال التيك ونجيبو لهم الورد ونجيبو لهم الشكلاط ونشطو ولكن وي شود هاف كواليتي ايفنتس تكنيكال ايفنتس ميتابس بحال مثلا يكونوا مونتلي ميتابس ديال باغ اكزومبل جافا سكريبت اللي كتعجبني انا نقول ميتابس ديال جافا سكريبت اللي كل شهر كيتجمعوا الدريات وكيناقشوا شي سوجي بحال هكا هذا المنوع ديال لي زيفينمون اللي حنا محتاجينهم دابا حيتاش دابا راه كنشوفو بزاف زعما لي زيفينمون كيزيدو خصوصا في انترناشونال وومنز داي و جيرلز داي ولكن دي ار نوت ميكين ا تشينج حيتاش كتبقى غير هضره حيتاش اغلبيه هاد الهضره دابا اللي قلنا راه كاين اللي غيسمعها وغي يفهم منها شي حاجة وغي ياخد منها شي حاجة وكاينين بزاف الناس اللي غتدخل لهم من ودن وتخرج لهم من ودن كيبقاو الكواليتي ايفنتس اللي فريمون هما تكنيكال ايفنتس هما اللي فريمون غيبدلونا من هنا لقدام سينو كنا نعاودو نفس الحاجة كل عام جو بونس حتى حاجة ما غتبدل and I have a shameless زعما اد هو غيكون عندنا ايفينمون ديال جي دي جي ستات ديال انترناشونال وومن داي في 20 في الشهر دونك اي انفايت اول ذا جيرلز اند ذا بويز تو اتند ذير ويل بي سام سربرايزز وكاينين سبيكرز اللي مزيانين دريات اند كواليتي كونتنت اي هوب ثانك يو يا يو ويلكم حتى نشريو الليان ديال الايفنت تاع جي دي جي مع في هذا الشهر في جيكس بلا بلا باش كاين ان فورمولير ديال الابلاين ديال الابلاين ولا اتس اوبن فور ايفري ون ايفنت اتس اوبن فور ايفري ون كاين واحد سيت وين يو كان زعما غراب سيت ولا غراب ريزرفيشن تيكت اوكي صافي اوكي صافي ماكش ايشا صراحه قلت كلشي لكن غادي نعاود نقول الدوايس اللي كنقول قبيله هي البنات زعما راه انه شتي كما كنقولوا حنا نيتي باش ما تطيحوش في ديك النقطه ديال غتمشي غتلقي راسك غنتي بوحدك لي بنت جرب معاك صاحبتك جرب معاك البنات اللي كتعرفي اكزاكتلي يعني ما كاينش مشكل سيروا نتوما جماعه ما غاديش تحسي بهذاك بديك الغربه وسط الدراري زعمي لونطواج ديالك
شو كنتي كتعرفي شي وحده ولا كتعرفيها غير ما عرف يعني السلام السلام انت هي داخل بشي كوميونيتي سوليها ما تسميش راه زوين هنا عندنا هي انهم البنات حنا كنلقاو نوب قليل كنكونوا متعاونين مع بعضياتنا بزاف كنبغيو غير نجروا البنات اكثر باش انه يعني نتعاونوا مع بعضياتنا بزاف وبزاف وخصنا نشكروا حتى الدراري حتى هما اللي راه المهم حقاش راه واخا كنا شي وحدين كانوا كي كنقولوا حنا كيهبطوا منا ولكن راه كاينين بزاف اللي كيعاونونا كيشجعونا انهم ملي كيشوفوا شي بنت كتقاتل كيزيدوا حتى هما يعاونوها بلي سورس كيشوفوا مثلا كيديروا لها ريفيو الكود ديالها بزاف الحوايج ونحاولوا ليفينمون مثلا بحال ليفينمون يكثروا منهم واخا مع كورونا هاد العام شحال من حاجه تاجلات منهم ليفينمون اللي كنت في ديال لوفن سورس شي انه مثلا بحال وصلنا حتى تقريبا دوجو ما يقولوا لنا بلي راه صافي كلشي تاجل ولكن هاد العام راه غادي يكون بريزونسييل في انستغريبكا او 1337 في لو 30 اي لو 31 يعني غادي يكون جوج توجور ديال لي كونفرنس وركشوب يعني بغيتو تحضروا مرحبا سينو راه غادي يكون جوج داكشي هيبريد يعني غادي يكون في بريزونسييل وغادي يكون اون ميم طون غادي يديروا داكشي لايف يعني مرحبا بكم كاملين والبنات بالخصوص مرحبا بكم جوج في مبروك عيدكم اللي غادي يكون غدا مبروك عيدنا كاملين أبغي نشكركم صراحة بزاف حيت ماشي دوزنا ايبيزود زوين ولكن الانرجي اللي كانت صراحة في هذا الايبيزود واعرة بزاف ونبغيو صراحة نعودوها مرة أخرى كوبا شي شهر آخر اللي ما يكونش عقاعدة ديال البنات حنا نديرو فيه ايفينمون ماشي مشكل مرحبا بكم في اي مره في كيكس بلا بلا وتنبغي نشكركم بزاف شكرا لك عائشه سهام عفاف صافي مابقيتيش معاك يا اختي شي كنبغي درت في حياتي كتعاقب علي لا لا هذا ابو الليث مليح الكومونتير ديالو وانت كتمشي لك الكونيكسيون كتجي انتي ومروة دابا شكرا حتى المروة حتى هي لك مازال كتشوفي فينا نتلاقاو عاوتاني مرة اخرى طبيعة الحال spread more energy about females in tech and women in tech وصراحة عندي واحد الكلمة اللي هضرتو عليها وبغيت نعاودها هي شكرا لكل شيء سواء ولاد ولا بنات اللي كيخليونا كنزيدو القدام وشكرا حتى للناس ديال الكوميونيتي تاع الديف في المغرب حيت ما مقصريش من جهدهم باش يزيدوا في هذا الدومين القدام ان شاء الله في المغرب وكنتمنى we get more women involved in tech في المغرب من القدام واخا راه they are a lot ولكن بغينا نتلاقاوهم بغينا نهضروا معاهم نشاريو بزاف ديال الحوايج وشاروا معنا حتى همايا سواء في ديف سي ولا في جي دي جي ولا اني اذر كوميونيتي وتنقول لكم تهلاو في راسكم الى الملتقى سلامة واش تكون مبروك